السلام عليكم، معاكم إبراهيم حسان، ودي إن شاء الله المحاضرة رقم 16 من سلسلة شرح الـ CIA منهج 2020 بارت 1. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في يونت 5 Controls, Types and Frameworks. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هنخلص أول 2 Subunit Overview of Control and Types of Controls، ويتبقى لنا الـ Subunit 3 إن شاء الله يخلص المحاضرة الجاية. الـ Unit الكنترول جميل ومن الـ Units اللذيذة، يعني لأنها تطبيقية وعملية مش مجرد كلام نظري. وطبيعي بما إن إحنا الـ Unit اللي فات خلصنا الـ Risk والريسك مانجمنت وعملية الريسك، وازاي فهمنا يعني ايه ريسك وازاي نتعامل مع الريسك وايه الريسبونسز المختلفة اللي ممكن تكون رد فعل من جانب الإدارة او من خلال الإدارة لمقابلة والاحتواء الريسك، واللي كان من ضمنها ان يبقى فيه كنترول يعمل ميتيجيشن. فواجب بقى ان احنا نفهم يعني ايه كنترول. فخلينا نبدأ كده ونفهم يعني ايه كنترول، ويعني ايه كنترول، ايه الفرق بين الكنترول والكنترول بروسيس والكنترول انفايرمنت. الكنترول is any action taken by management, the board and other parts to manage risk and increase the likelihood that established objectives and goals will be achieved. الكنترول هو اكشن بيتاخد من خلال المانجمنت او البورد، تمام؟ اكشن بيتاخد من خلال المانجمنت او البورد. هتقولي طب ما المانجمنت والبورد بتاخد اكشنز كتير، فكده معناها ان اي اكشن المانجمنت او البورد بتاخدهم يبقى ده كنترول؟ اقول لك لا، الفكره الاكشن ده متاخد ليه. لو الاكشن ده بغرض ان انا امانج ريسك وانكريز لايكليهود ان الاوبجكتيفز تبقى اتشيفد، او ان انا اتشيف الاوبجكتيفز، يبقى مبروك ده كنترول. انما لو الغرض اي حاجه تانية غير الاثنين دول، ان انا امانج ريسك وان انا اتشيف الاوبجكتيفز، لا ما يبقاش كنترول. تمام؟ يبقى الكنترول باختصار بيتلخص في كلمتين. الكلمه الاولانيه اكشن، مين اللي بياخد الاكشن ده؟ المانجمنت او البورد. طيب بياخدوا الاكشن ده ليه؟ علشان امانج ريسك وعلشان اتشيف الاوبجكتيفز. تمام. طيب ايه بقى الكنترول بروسيسز؟ الكنترول بروسيسز ار ذا بوليسيز بروسيجرز بوث مانوال اند اوتوميتد اند اكتيفيتيز ذات ار بارت اوف ا كنترول فريم ورك ديزايند and operated to ensure that risks are contained within the level that an organization is willing to accept. الـ control processes هو الترجمة بتاعت كلمة control. كلمة control دي الإطار العريض، the big umbrella، اللي تحتها بقى تيجي الـ control processes اللي هي مثلاً بوليسي، مثلا الريسك بوليسي. الناس بتوع الريسك عندهم بوليسي شغالين اكوردنج تو، الناس بتوع الكريدت عندهم كريدت بوليسي، احنا في الانترنال اوديت مثلا عندنا تشارتر، ده كنترول بروسيس بالنسبه لنا. البوليسيز والبروسيجرز كل دي اسمها كنترول بروسيسز. طب ايه الغرض منها؟ نفس الغرض بتاع الكنترول اللي احنا لسه قايلينه فوق، ان انا designed and operated to ensure that risks are contained within the level that an organization is willing to accept. الغرض منها ان انا عايز contain risk، عايز mitigate risk، عايز manage risk، بحيث ان انا اقدر اوصل لليفل الorganization is willing to accept،
اللي هو كان ايه بقى؟ ارجع للريسك، افتكر معايا الريسك مانجمنت، ايه المرحلة اللي انا عايز ابقى فيها الريسك بالنسبة لي اكسبتد؟ ايوه، اللي هو انا سامع حد بيقول الريسك ابيتايت. الله ينور عليك، الريسك ابيتايت. طيب، يبقى فهمنا الكنترول، وفهمنا يعني ايه الكنترول بروسيسز. يعني ايه بقى الكنترول انفايرمنت؟ يعني ايه الكنترول انفايرمنت؟ كنترول انفايرمنت از ذا اتيتيود. نقرا الديفينيشن زي ما بنعمل كده وبعد كده نقولها ببساطه. يعني از ذا اتيتيود اند اكشنز اوف ذا بورد اند مانجمنت ريجاردينج ذا امبورتنس اوف كنترول ويذين ذا اورجانيزيشن. The control environment provides the discipline and structure for the achievement of the primary objectives. فين احنا رحنا فين؟ provides the discipline and structure for the achievement of the primary objectives of the system of internal control. تمام. ببساطة الـ control environment دي اللي هي ايه؟ اللي هي بتتلخص في اول كلمتين، الاتيتيود والاكشن بتاعت المانجمنت والبورد تجاه الاهميه بتاعت الكنترول. يعني ايه برضو؟ اقول لك يعني اسال نفسك كده وقيم، هل المؤسسه اللي حضرتك او حضرتك شغالين فيها بتبص للكنترول على ان هو، او فكره الرقابه عموما، الكنترول مش اللي هو يعني كنترول في حد ذاته اللي هو ايه، طفايه حريق، طفايه حريق دي كنترول. مثلا الكاميرا دي كنترول. مش المقصود هنا ان هما بيبصوا لفكره الكنترول عموما، للرقابه عموما، لينا احنا كاوديت، كاحد ادوات الرقابه، احنا كاوديت كاحد الادوات الرقابيه، الاوديت، الريسك، كومبلاينس، سيفتي، انسبكشن. النظره بتاعت المانجمنت والبورد لكل القصه دي، هل هي نظره استيفائيه؟ انا اصل احنا ما ينفعش نشتغل من غير ما يبقى عندنا اوديت، لان مش هينفع، هيقولوا ايه علينا؟ احنا شغالين وما عندناش اوديت وما عندناش ريسك، لا لازم يبقى عندنا. فهل هي دي النظره الى ان الناس دي بتاعة الكنترول وما شابه، يلا هم ناس ماشيين في حالهم، ولا هم مدركين أهمية الكنترول وفاهمين إن هم عمرهم ما هيقدروا يحققوا الأوبجيكتيفز بتاعتهم صح من غير ما يبقى فيه كنترول؟ لأن هم مدركين، خلي بالك، هم عمر المانجمنت وعمر البورد ما هيفهموا أهمية الكنترول إلا لما يكونوا فاهمين يعني إيه كويس إيه ريسك، ريسك مانجمنت. عمري ما هفهم أهمية الريسك مانجمنت، أهمية الكنترول، إلا لما أبقى فاهم أصلاً ريسك مانجمنت. فهي يعني العنصرين كونكتد ببعض. زي كده عمرك ما هتفهم أهمية الدواء والدواء ده بيعمل إيه إلا لو أنت فاهم بالظبط هو الديزيز ده أو المشكلة دي أو المرض ده بيعمل إيه؟ لما أبقى فاهم المرض ده بيعمل إيه هفهم أهمية الدواء. ده هيدخل عشان يزود كذا، فلما هيزود كذا اللي مش عارف عضلة القلب هتعمل إيه؟ نفس القصة. الكنترول عمري ما هفهم أهميته إلا لما أبقى فاهم ريسك كويس. وفاهم يعني إيه ريسك مانجمنت كويس، ساعتها أقدر كمانجمنت وكبورد أستشعر أهمية الكنترول. وبالتالي لما استشعر اهميه الكنترول عمري ما هبخل في ريسورسز، عمري ما ه... يعني اكون عمري ما هبخل في ستراكتشر، عمري ما هبخل باي شكل من الاشكال على دعم انشطه الايه؟ انشطه الكنترول. تمام؟ The control environment includes the following elements. الكنترول انفايرمنت علشان نقدر يعني
نقيمها ونقدر نشوف احنا عندنا كنترول انفايرمنت عامله ازاي. في 6 عناصر هنا جايبهم لك، تقدر من خلالهم تعرف الكنترول انفايرمنت عندك عامله ازاي. هنتناول ال6 عناصر دول لسه قدام بشكل تفصيلي واحنا في سب يونت 3، في نفس اليونت في سب يونت 3، واحنا بناخد او احنا بنشرح الكوزو فريم ورك. بس يعني نتعرض هنا ليهم كده سريعا. اول حاجه الانتجريتي والايثيكال فاليوز، ان يبقى في الشائع في الانفايرمنت ان يبقى في انتجريتي وفي ايثيكال فاليوز، ان يبقى في مانجمنت فيلوسفي اند اوبريتنج ستايل. المانجمنت عندها يعني استراتيجيه ومنطقيه ومنهجيه ماشيه بيها، مش ماشيه كده على الله اللي هو يعني ايه حاجه ممكن مره كلنا ماشيين على الله يعني اللي هو مش ممكن حاجه مره. المقصود ان انا يبقى عندي منهجيه ومنطقيه، اللي هو ازاي ان انا حاجه مره تبقى بالنسبه لي مقبوله ونفس الحاجه دي في مره تانية لا 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 ما ينفعش خالص، وفي حاجه تالتة لا والله اصل هي ممكن تمشي بس الناس وناس لا، او اللي هو فاهم. انا لا، انا المانجمنت عندها فيلوسفي، عندها اوبريتنج ستايل. انت عارف كده تقدر تبص على المانجمنت، المانجمنت بتاعت الكيان ده معروف عنها ان هي كذا كذا، دي اللي معروفه عنها دي هي دي الفيلوسفي والاوبريتنج ستايل بتاعتها. الاورجانيزيشنال ستراكشر، الاستراكشر عامل ازاي، الاساينمنت اوف اوثوريتي اند ريسبونسبيلتي، الناس اللي معاها اوثوريتي معاها ريسبونسبيلتي واكاونتابيلتي ولا لا، الناس معاها صلاحيات بس ومحدش بيسأل حد عن حاجه. الهيومن ريسورس بوليسيز اند براكتسز، ممارسات وسياسات الموارد البشريه، وهناخدها برضو زي ما قلت لحضراتكم كل ده بالتفصيل في السيشن الجايه ان شاء الله. والكومبيتنس اوف بيرسونال، وكفاءه الافراد. العناصر دي اقدر من خلالها اقيم الكنترول انفايرمنت. طيب ذا كنترول بروسيس، كنترول ريكوايرز فيدباك اون ذا ريزلت اوف اورجانيزيشنال اكتيفيتيز فور ذا بيربسز اوف ميجرمنت اند كوركشن. اكيد انا لما بستخدم كنترول معين تمام، لازم عشان اعرف الكنترول ده نجح ولا ما نجحش، اشتغل بشكل افكتيف ولا ما اشتغلش، لازم ياخد فيدباك. فاقدر بعد كده من خلال الفيدباك دي ان انا اعرف اذا كان الكنترول ده فعلا هل هو تمام كده ولا محتاج يتدعم ولا هو مش نافع اصلا فانا لازم اغيره وهكذا. تمام. طيب the control process includes، العملية بتاعت الكنترول بتتم ازاي؟ ايه هي عملية الكنترول دي؟ يعني انا دلوقتي امتى بحتاج كنترول واقول انا محتاج كنترول، وامتى ممكن اقول الكنترول والله اللي انا كنت محتاجه لا ما نفعش ده نفع. العملية دي بتتم وفقا للمراحل الاتية. اول حاجة بيبقى في عندي ستاندرد، establishing standards for the operation to be controlled. انا بيبقى في عندي operation معينة عايز اعمل لها كنترول. تمام. بمعنى مثلا، بمعنى انا عندي مجموعه من انا في مصنع عندي مجموعه من العمال، فالمجموعه من العمال دول المفروض عليهم ان هم يعملوا انتاج معين، انتاج معين ينتجوا مثلا من منتج معين 1000 وحده مثلا. بس العمال دول في مشكله كل يوم ما بيوصلوش لل 1000 وحده، مع ان الوقت كافي ومع ان المعدات اللي معاهم كافيه، بس هو في تقصير منهم. تمام. فانا كده المفروض الستاندرد عندي الاوبريشن، ان في اوبريشن معينه، الاوبريشن دي يبقى ليها اوتبوت 1000 وحده من منتج اكس مثلا. طيب فانا ده الستاندرد. تاني حاجه اعمل ميجرنج بيرفورمانس اجينست الستاندرد، اجي بقى اقيس البرفورمانس الفعلي مقابل الستاندرد. الستاندرد اللي هو المفروض ان المجموعه من العمال دول اللي هم 5 عمال مثلا ينتجوا لي 1000 وحده. فانا كل يوم بعمل ميجر للبرفورمانس الاقي لا 700 800، يعني ما فيش الماتشنج اللي بيحصل خالص ما بين الاتشيفد وما بين الايه الستاندرد.
دايما اقل. فهبتدي احلل الاسباب. طب هل المشكله في المكنه؟ لا، مش المكنه اللي احنا موجود تمام وما فيهوش اي مشكله. طب هل المشكله مثلا في القدره بتاعه العمال، ان احنا طالبين منهم مثلا حاجه اوفر عن اللي هم يقدروا يعملوها؟ لا والله ما فيش مشكله، ده في اذر جروبس بتقدر تعمل نفس الكميه دي، بل وكميه ازيد من كده كمان. فعملت الانالايزنج بتاعي لحد ما وصلت الى ايه، عشان اعرف الديفيشن ده بسبب ايه، لحد ما وصلت الى ان هم العمال نفسهم ما عندهمش الرقابه الذاتيه اللي تخليهم يقدروا او تخليهم يعملوا اللي مطلوب منهم، فبيقصروا او بي 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 يعني بيحصل منهم تقصير اثناء الورديه بتاعتهم، وبالتالي ما بيدينيش الانتاج المطلوب. فابتدي اخد رقم بقى 4، تيكينج الكوركتيف اكشن. الكوركتيف اكشن ده بقى هو الكنترول. فابتدي ادخل بكنترول بقى. شفت السايكل ماشيه ازاي؟ انا عندي ستاندرد وعندي بيرفورمانس، بقارن البيرفورمانس بالستاندرد، فلقيت البيرفورمانس مش عاجبني، فعرفت ايه السبب، لازم احلل السبب عشان احط الكنترول المناسب، لان كل حاجه ليها كنترول. تمام؟ بعد ما عرفت السبب ايه، ابتدي اخد الكوركتيف اكشن او الكنترول. فقلت مثلا والله لا، يبقى انا كده الخمسه دول انا محتاج اجيب لهم سوبرفايزر، مشرف كده قاعد وراهم، ملوش اي وظيفه في الحياه غير ان هو قاعد بيوبزرف العمال دول وهم شغالين. تمام؟ فلما الناس دي هتلاقي ان في حد قاعد لها كده، لازم غصب عنها هتشتغل. على سبيل المثال يعني. الناس فعلا لما حصل الكلام ده ابتدت تشتغل، وبدل كمان ما بقت تجيب 1000 وحده، لا دي بقت تجيب 1100. خامس حاجه بقى او خامس خطوه، اعمل ري ابريزنج ذا ستاندردز بيزد اون اكسبيرينس. يعني ايه؟ طب افرض بيقول لك بقى خمسه دي ساعات ممكن تضطر ليها. خلاص، يا اما الدنيا هتظبط بعد الكنترول، بعد انا ما جبت حطيت الكنترول والكنترول شغال وزي الفل، الناس فعلا بقت تنتج الكميات المطلوبه منها. قال لك طب افرض رحت جايب السوبرفايزر ده وبعد ما قعدته، ويلا يا جماعه انتجوا واشتغلوا والناس شغاله، بص ما بتقفش، لقيتهم برضو بينتجوا 800. لا، يبقى بيقول لك خلي بالك، ده ممكن المشكله اصلا ما تبقاش في البرفورمانس، ما احنا عندنا كفتين، ممكن المشكله ما تبقاش في البرفورمانس، ده ممكن المشكله تكون في الستاندرد اصلا اللي انت حاطه اللي هو 1000 وحده. الستاندرد ده مش منطقي والناس مش قادرة تعمله، فانت لازم تعدل الستاندرد نفسه بتاعك. فدي كده السايكل بتاعت الكنترول، وازاي بحط الكنترول. تمام؟ لازم بيبقى في مشكلة عندي، المشكلة دي لازم بحللها وبعرف الروت كوز فيها ايه علشان اقدر احط لها الكنترول المناسب. كلمة مشكلة دي اللي هي معناها الريسك، الريسك اللي انا بيبقى ظاهر لي او اللي انا خايف منه، فبحط الكنترول عشان يكونتين او يكفر الايه الريسك ده. An evaluation reward system should be implemented to encourage compliance with the control system. اكيد طبعا كل ما هيبقى فيه نظام للتشجيع للمكافآت والحوافز، ده هيشجع العاملين من ان هم يلتزموا بالنظام الكنترول او الكنترول سيستم. Internal control only provides reasonable assurance of achieving objectives. It can't provide absolute assurance. Because any system of internal control has the following inherent limitation. مفيش أي نظام internal control يقدر يديك absolute assurance. زينا كده، زينا، ما هو نفس الكلام، ما هو احنا برضو يعني control، احنا كأودت أحد الذروع أو أحد أدوات وآليات الكنترول بمفهومه العام. فبنقدرش ندي، محدش يقدر يدي ابسوليت اشورنس، كلنا بنقدم ريزنبل اشورنس. ليه؟ لان كلنا عندنا ليميتيشنز تمنعنا من ان احنا ندي ابسوليت اشورنس. طب ايه الليميتيشن اللي ممكن تبقى عند الانترنال كنترول؟ قال لك اول حاجه يا باشا، الهيومن جادجمنت از فولتي اند كنترولز ماي فيل بيكوز اوف سمبل ايرورز اور ميستيكس. قال لك هو مش الانترنال كنترولز ده، او الانترنال كنترول ده عباره عن كنترولز،
فانت عايز ان الكنترولز، انت دلوقتي بتقول لي ان الانترنال كنترول انت عايزه يديك بقى ابسولوت اشورنس ان احنا بص خلاص احنا الاوبجكتيفز بتاعتنا مفيش اي حاجه هتعوقنا عن ان احنا نحقق اهدافنا. لا، الكلام ده كلام شعراتي كده في كتاب، انما في ارض الواقع كل شيء مباح وكل شيء متاح. فلا وارد طبعا تبقى بسم الله الرحمن الرحيم لسه بتقول يا هادي وبتبتدي شركه وانظمه بقى وكنترولز وبتاع، تيجي لك واحنا في زمن يعني ما يعلمش بيه الا ربنا، تيجي لك تقوم حاصله ازمه عالميه ما كده، انت تدهس اصلا، تدهس حرفيا. لا هينفعك بقى ساعتها لا انترنال كنترول ولا ريسك مانجمنت بقدر كبير، يعني بقدر كبير طبعا. وكل مؤسسه على حسب حجمها وحسب استيعابها للتحديات وللثريتس الخارجية حاليا. طيب عشان ما نخرجش يعني ونبعدش عن موضوعنا، الأول حاجة limitation للانترنال كنترول هو الهيومن جادجمنت، التدخل البشري. تمام، طالما في تدخل بشري في أي حاجة يبقى وارد إنها تبوظ، طالما في تدخل بشري في أي حاجة يبقى وارد إنها تبوظ، هو الإنسان بطبعه كده. تمام، زائد إن الكنترولز دي وارد يحصل فيها ايرور عادي، وارد جدا، فبالتالي انا ما اقدرش اقدم ابسولوت اشورنس. تاني حاجه المانجمنت اوفر رايت. المانجمنت اوفر رايت يعني ايه؟ يعني من الاخر الكنترول ده يمشي على اي حد، انما تيجي المانجمنت او السينيور مانجمنت يقول لك لا ما يمشيش عليا. يعني ايه ما يمشيش عليا؟ مثلا بافتراض مثلا احنا عندنا بوليسي مثلا بتنظم المصاريف والمش عارف يعني لو حد مثلا ايه جه الراجل السينيور مانجر السي او قال لك والله انا مسافر عشان اروح اجيب لكم اشتري من الصين ولا من المانيا مكن جديد للمصنع. تمام، فالراجل سافر فعلا اسبوع وراح راجع قال لك والله يا جماعه انا خلال السفريه ديت صرفت 5000 دولار فانا محتاج ان انتوا تردهم لي. فراح جاي له الراجل بتاع الفاينانس قال له يا فندم مفيش اي مشكله سي اف او، احنا نستاذنك احنا وفقا للبوليسي عندنا بنقول بس محتاجين الفواتير، وفقا للبوليسي يعني مش انا اللي بقول من عندي، احنا محتاجين الفواتير اللي حضرتك صرفت بيها الفلوس دي، انت صرفت 5000 دولار فاكيد لما صرفتهم كان في فواتير، فاحنا بس عايزين الفواتير دي علشان نقدر نسوي لحضرتك او نرد لحضرتك الفلوس. طبعا دي كانت اخر حاجه لسي اف او يقولها، يعني هو بعد كده ما قالش خلاص لان ما بقاش في حد يكلمه اصلا، هو بقى قاعد في بيتهم حاليا. ليه؟ لان هو قال كده للمانجمنت، مش عارف ان المانجمنت في الغالب بتعمل حاجه اسمها اوفر رايد. يعني من الاخر الكنترول ده يا حبيبي يمشي على اي حد في الشركه، مش دي بوليسي يا ابني، ما انا البوليسي دي انا اللي عاملها، بس تمشي على اي حد غيري. فده من الليميتيشنز الكبيره قوي اللي بيواجهها اي نظام انترنال كنترول، المانجمنت اوفر رايد، ان المانجمنت تسكيب كده وتقوم نطه كده عامله جامب جميل قوي من فوق الكنترول ولا كانها ايه شافته. ثالث حاجه مانوال اور اوتوميتد كنترولز كان بي سيركمفنتد باي كولوجن. ايه الكولوجن؟ يعني الليميتيشن او يعني صعب جدا ان الكنترول يقدر يقف قدامه الكولوجن. الكولوجن اللي هو التواطؤ، اللي هو الايه التواطؤ، ان احنا نتواطأ علشان نضرب الكنترول ده. متخيل يعني احنا كده كبشر نتواطأ مع بعض علشان نستهدف كنترول عايزين نضربه. انت شايف قمة يعني بمثال انت مثلا ساعة مثلا ازمة كورونا تلاقي ان احنا طبعا كلنا اغلب الناس في الشغل الصبح وهو رايح، كنا في قبل كورونا يعني تروح وايه الفينجر برينت الصبح حضور وانصراف ومش عارف ايه والكلام ده. فطبعا لما حصل كورونا قال لك لا والتلامس ومش التلامس، فيا جماعه احنا خلاص ما حدش يبصم بعد كده بايه بصباعه ولا يستخدم ايديه ومش عارف ايه، كل واحد بقى الاي دي بتاعك استخدم الاي دي. تمام، في كده وفي كده، استخدم الاي دي يا جماعه ما حدش يستخدم، فكل واحد يجي هوب 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 يا باشا وايرلس الدنيا زي الفل. فلما ابتدينا نستخدم الاي دي بقى انت عارف بقى في ناس ايه تحب بقى الحاجات دي قوي، فهو نازل الصبح فايه عارف ان هو كل يوم بيروح متاخر فاهمني،
فما طب انا اعمل ايه بقى في القصه، ان انا كل يوم بقى اروح كده متاخر؟ لا، فيقوم مدي لصاحبه، بس عنده واحد صاحبه بقى بيروح بدري، فيقوم مدي الاي دي بتاعه لصاحبه يقول له بقول لك ايه، وانت بتضرب الاي دي بتاعك اسحب لي الاي دي بتاعي، ما فيهاش مشكله يعني. فتلاقي هو واحد اللي داخل بس تك تك يسمع ان في اتنين داخلين، واحد تاني اللي بعديه داخل اوب يسمع في ثلاثه داخلين. فتلاقي في وسط اليوم ان وفقا لو هنطبع ريبورت من الفينجر برينت دي، ان انت تلاقي ان في 150 فرد جوه الشركه، انما فعليا انت دخلت تلاقي هو في 15 الباقيين كلهم ايه يعني وهميين. فده كولوجن، هو الكنترول هنا هيقدر يعمل ايه؟ هيقدر يعمل ايه؟ ده كنترول معمول علشان نظبط الناس اللي حضرت والناس اللي انصرفت، بس حصل تواطؤ. كولوجن بيبقى لما اكتر من واحد، بقى في اتنين متواطئين مع بعض، خلاص بالتالي ده ممكن يضرب الايه؟ يضرب الكولوجن. فالكنترول ما يقدرش كنترول بعينه يسد قدام الكولوجن، لازم بقى يبقى في مجموعة تانية من الكنترولز علشان كل واحد فيهم يقدر ايه يقف قدام حاجة معينة. طيب من الليميتيشنز كمان اللي بتقف ضد الانترنال كنترول، الكوست بنفيت، ان انا ممكن الاقي عندي فيه فعلا ريسك معين، فانا عايز اكفر الريسك ده بكنترول، فاجي الاقي ان الكنترول ده الكوست بتاعته رهيبه، الكوست بتاعته عاليه جدا تفوق البنفيت اللي هتيجي منه، فبالتالي اقوم قايل لا خلاص يا باشا خلي الريسك زي ما هو، مش مشكله لو انا تعرضت حتى لخساره، بس انا مش هقدر اتحمل تكلفه الكنترول ده. طيب ماشي، الحتة اللي جاية دي هو هيبتدي ياخدنا بقى يعني ايه الجزء اللي جاي ده كله. بما ان احنا دلوقتي كلنا شغالين في environment كلها automated processing، يعني خلاص عمليات بقى، ما فيش بقى استاذ فلان اللي بياخد الورقة ويقوم محولها لاستاذ فلان اللي يقوم مش عارف ايه ومديها ختم ايه وبتاع ايه او يعني، حتى لو ده موجود بس موجود بشكل ضئيل، انما الغالب دلوقتي في بيئات الاعمال الاوتوميشن والديجيتاليزيشن، دلوقتي كمان بقى خلاص احنا شغالين بقى ديجيتال دلوقتي. فهو عايز يديك بيقول لك يعني بعض الكاركترستكس اوف اوتوميتد بروسيسنج، اللي هي علشان من خلالها يعني برضو هو هي ممكن يعني للنظره الاولى كده تحس ان هي مش مهمه قوي، انما لا هو عايز يعني يوصلك لنقطه معينه. طيب خلينا نبص عليها كده واحدة واحدة. The use of computers in business information systems has fundamental effect on the nature of business transacted, the procedures followed, the risks incurred, and the methods of mitigating those risks. These effects result from the characteristics that distinguish computer-based from manual processing. ماشي، ما كله يعني هو عايز يقول لك ان دلوقتي طبعا الدنيا مختلفه، البروسيسنج الاوتوميتد ده بيبقى ليه تاثيرات مختلفه عن لو احنا شغالين مانيوال قبل كده، وبالتالي طبعا الريسكز اللي هتبقى هتقابلنا لو احنا شغالين مانيوال مختلفه عن الريسكز اللي احنا لو شغالين اوتوميتد بروسيسنج. طيب ايه بقى الكاركترستكس دي؟ اول حاجه قال لك الترانزاكشن تريلز، a complete trail useful for audit and other purposes might exist for only a short time or only in computer readable form. The nature of the trail is often dependent on the transaction processing mode. For example, transactions may be patched prior to processing or processed immediately as they happen. Transaction trails اللي هو المسار بتاع الترانزاكشن، يعني الاول لما لو الترانزاكشن دي شغاله مانيوال هتتم ازاي؟ هياخدها الموظف رقم واحد، هيعمل عليها مثلا فاتوره، جاي له فاتوره مثلا معينه، فالفاتوره ديت مثلا سي هو هيقوم مراجعها، او لا مش مراجعها، ده الشخص اللي هيصدر الفاتوره. تمام، فهو راح مسقط الارقام والبنود الايتمز ومش عارف ايه وبتاع وكده، بعد كده راح مدي رقم واحد موظف رقم واحد، ده راح مدي كده مباصي الفاتوره للموظف رقم اثنين، الموظف رقم اثنين راح كل دوره ان هو راح مراجع
الارقام ديت، وراح مراجع الايتمز، وراح ايه يا باشا ضارب التوقيع المتين. وبعد كده راح مبصيها للموظف رقم ثلاثة. الموظف رقم ثلاثة ده كل دوره يتلخص في ان هو بيقوم مسجل الكلام اللي في الفاتورة ده على الشاشة، فيبتدي يسقط الايتمز دي بالبرايسز بتاعتها على الشاشة، ويقوم بصيها لواحد واحد رابع موظف رقم أربعة. ده دوره انه يتأكد ان الارقام اللي اتسقطت على الشاشة او اتسجلت على الشاشة بتاعت الكمبيوتر هي فعلا الارقام اللي موجودة فعلا في الفاتورة. أشوف الـ 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 ده كده اسمه تريل، المسار بتاع العملية. طيب احنا دلوقتي بقى لو شغالين في اوتوميتد بروسيس او اوتوميتد انفايرمنت، مش هتلاقي بقى الكلام ده. انت هتلاقي كل ده من اول ما الفاتورة اصلا يتم اصدارها لحد اخر مرحلة، يعني ما بيتم تحريرها لحد ما بيتم إصدارها معتمدة، كل ده بيتم على الإيه؟ على الكمبيوتر. طب هل تم بالمراحل دي؟ هو تم بيها برضو، خلي بالك تم بكل المراحل اللي تمت مانيوال دي، بس هو تم بيها على الكمبيوتر، فليها برضو مسار جوه، بس مسار بقى غير إيه؟ غير مرئي، مش قادرين نشوفه. A complete trail useful for audit and other purposes might exist for only a short time. غير ان المسار ده كمان ممكن يبقى موجود لو انا عايز اتتبع ترانزاكشن بعينها، بقى ترانزاكشن بعينها ممكن المسار ده يبقى موجود لفترة قصيرة بس. ليه؟ ما علشان انا دلوقتي كمبيوتر ده يعني ايه؟ كمبيوتر ده يعني ستورج، يعني تخزين. طب والتخزين ده هيخزن كل حاجة في الدنيا ولا هيخزن احجام معينة وبعد كده لازم هيتم التخلص؟ فبالتالي انا وارد احتاج ترانزاكشن معينه اللي تم فيها من اي تو زي، ما اقدرش اوصل. تمام؟ فده اول حاجه الترانزاكشن تريلز اللي هو المسار بتاع العمليات دي، خصائص الاوتوميتد بروسيسنج. طيب تاني حاجه اليونيفورم بروسيسنج اوف ترانزاكشنز. اليونيفورمتي يعني ايه بقى؟ اليونيفورمتي يعني حضرتك دلوقتي مثلا لو فاتح اللاب، فاتح الكمبيوتر، فاتح الموبايل، اي حاجه، ورحت دلوقتي فاتح الكالكوليتر مثلا على اللاب وكتبت مثلا 2 زائد 2 هتطلع بايه؟ هتطلع باربعه، مظبوط. طيب رحت مثلا في كل مره يعني لو قعدت مليون سنه تقول زائد 2 زائد 2 هتطلع باربعه، ولو كل مرة دوست كليك رايت كليك مثلا هيطلع لك نفس وعايز تعمل ريفرش مثلا هتدوس كليك يمين كده، تمام، وتعمل ريفرش. لو في كل 100 مليون مرة عملت نفس القصة دي هيطلع لك نفس النتيجة دي. ليه؟ لأن الاوتوميتد بروسيسنج في يونيفورمتي. يونيفورمتي يعني اتساق، في تناسق، في يعني مش تشابه، لا ده مثاليه، ده يعني بص نفس النتيجه بالظبط هتتكرر معاك هي هي، تمام. فدي حاجه كويسه طبعا، ما هو ده الفكره. ما احنا عاملين اوتوميتد بروسيسنج ليه؟ علشان احنا مش عايزين مره موظف واحد وهو بدل ما بيديها لموظف اتنين راح مسقط، ما كانش نايم بالليل كويس فراح مديها لموظف ثلاثه. انا مش عايز كده، انا عايز الترانزاكشن زي ما الكتاب بتقول كل مره تمشي زي ما الكتاب بتقول. قال لك يعني حاجه كويسه، بس في نفس الوقت خلي بالك علشان ده معناه ان لو انت بتعمل الديزاين في الاساس وكان في مشكله انت نفسك اللي ما خدتش بالك ورحت قلت ان في الديزاين بتاع الترانزاكشن موظف واحد هيدي الموظف ثلاثه، هتفضل طول عمرها ماشيه كده والسيستم مش هيقول لك خلي بالك ده انت سقطت اتنين. Computer processing uniformly subject similar transaction to the same processing instructions and thus virtually eliminates clerical error. But programming errors or other similar systematic errors in either the hardware or software will result in all similar transactions being processed incorrectly when they are processed under the same conditions. خلي بالك من البروجرامينج ايرورز هنا،
البروجرامينج ايرورز هي اللي هتبقى المشكله، لان لو حصل الكودينج بتاع البرنامج في خطأ، كل الترانزاكشنز هتعدي على الخطأ ده، لان في اتساق في العمليات وتناسق في العمليات ومثاليه كلهم زي بعض. Segregation of functions. Many controls once performed by separate individuals may be concentrated in computer systems. Thus, an individual who has access to the computer may perform incompatible functions. As a result, other controls may be necessary to achieve the control objectives ordinarily accomplished by segregation of functions. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ segregation functions يعني بيقول لك خلي بالك ان الحاجات اللي الاول اللي لما كنا بنعملها مانيوال كان في حوالي 4 أو 5 موظفين بيعملوها، لا خلي بالك ده دلوقتي بقت كلها بتتعمل على الكمبيوتر، تمام؟ وبقى في واحد اكيد قاعد شغال على الكمبيوتر، صح كده؟ تمام. يعني خلي بالك انت خليت الاربع حاجات دول بقوا كلهم تحت ايد شخص واحد بس. An individual who has access to the computer، والشخص اللي ليه access بقى على الكمبيوتر ده، may perform incompatible functions، ممكن يكون بيقوم بفانكشنز incompatible، مفروض ان هي ما يتمش بيها ما يقومش بيها مع بعض. As a result, other controls may be necessary to achieve the control objectives. هنا لازم بقى تاخد بالك من الحتة دي وتدخل controls ثانية. مثال. حضراتكم ممكن كلنا رحنا كارفور، رحنا مش عارف هايبر، الكلام ده. وبتقف وبتشتري حاجة، وانت مثلا عند الكاشير خلاص بتشتري حاجة، والراجل ضرب الحاجة فبالتالي اتسجلت وهتطلع ضمن الريسيت. ففجأة كده لسبب مجهول الهوية قررت ان انت ترجع في كلامك وتقول لا انا الحاجة دي اللي انت بنفسك كنت بتشتريها لا انا مش عايزها. كيفي كده؟ ماشي. فالراجل الكاشير ده ايه اللي بيحصل؟ هل بعد هو ما سجلها بيقدر يقوم واخدها وعمل لها كانسليشن؟ لا ما ينفعش. انما ايه اللي بيحصل؟ بتلاقيه يقوم ناده السوبرفايزر بتاعه، باشا مش عارف ايه، عندي كانسليشن هنا. فيجي السوبرفايزر ويقوم مسجل بقى اليوزر بتاعه وكود وات ايفر يعني، ويقول له هي دي، خلاص ماشي، ويروح مسجل لها الكانسليشن. ولو احتجت كانسليشن حاجه كمان في نفس برضو انت نفسش لازم برضو ينده للراجل تاني. ليه القصه دي؟ هي دي علشان النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. هي ايه بقى؟ معلش سامحوني بس لازم يعني اشرب نسكافيه، سجل الساعه 4 الفجر فلو ما عملتش كده هنام. ليه لازم نعمل كده؟ علشان دلوقتي الراجل الكاشير ده بقى معاه كذا حاجه، بقى هو اللي معاه الفلوس، وهو اللي معاه، فهو كده اللي معاه العهده، وهو الفلوس الكاش، الكلام ده هنجيله برضو بالتفصيل قدام شويه، تمام؟ بقى هو اللي معاه الفلوس، وهو كمان اللي بيسجل، تمام؟ وهو اللي بيسجل ايه اللي اتباع وايه اللي ما اتباعش. فوارد لو انت اللي هو اللي يقدر يعمل الكنسليشن، تقول له والله مثلا بعد انت ما اشتريت حاجه معينه، مثلا اشتريت جبت علبه شاي كده ليبتون، بعد كده وانت واقف قدامه تقول ايه ده ليبتون؟ لا انا ما بحبش ليبتون، انا عايز اشرب احمد تي، فانا مش عايز دي، تمام؟ فوارد انت تقول له انا مش عاوز دي، خلاص لو سمحت كنسلها واديني فلوسها، تمام؟ فهو يقوم عامل ايه؟ يقوم عامل لها كده، هو اللي صاحب الصلاحيه بقى ويقدر يقوم عامل لها كانسليشن ومديك فلوسها، صح؟ تمام. بس هو بيعمل لها كانسليشن يقول لا انت عملت كانسليشن مش للشاي بس، ده انت كمان كنت واخد كيس سكر عملت له كانسليشن هو كمان، تمام؟ في حين انت ما عملتش كانسليشن ولا حاجه، بس هو طالما هو اللي يقدر. هتقول لي بقى ما احنا بقى لما هنجرد بقى، هقول لك لا بجد، ايه يا باشا صباح الخير، انا بقول لك هايبر ولا كارفور، هو انت حد يقدر يعمل ماتشنج ما بين الكميات اللي موجوده على الارفف ديت وما بين اللي بيتم المحاسبه عليه مع الكاشير في نهايه اليوم؟ عمليات الرقابه في الحاجات اللي زي كده بتبقى باشكال مختلفه،
لان في صعوبه شديده ان انا اقدر اعمل ماتشنج ما بين اللي موجود عندي وما بين اللي تاخد من الناس. تمام؟ فالفكره من الموضوع ان انا لازم طالما مش هقدر اعمل سيجريجيشن اوف ديتس وفي كذا فانكشن هتكون موجوده مع واحد، لازم انا اعرف اظبطها من خلال كنترول تاني. تمام؟ طيب البوتنشال فور ايرورز اند فروت، احتماليه ان يكون في ايرور وفروت وانا شغال اوتوميتد بروسيسنج. The potential for individuals including those performing control procedures to gain unauthorized access to data, to alter data without visible evidence, or to gain access direct or indirect to assets may be greater in computer systems. تمام. ان يعني ان انا عندي احتمالية ان الناس تحاول ان هي تاكسس على حاجه مش تبعها او حاجه داتا معينه هي ملهاش علاقه بيها بس هي عايزه تطلع عليها او عايزه تاخد كوبي منها او عايزه تشوف اللي فيها باي شكل من الاشكال. لو انا شغال اكيد كمبيوتر سيستم اكيد هيبقى المحاوله بشكل اكبر. يعني ايه الكلام ده؟ خلاص يعني انا لو في موظف معين، ماسك اكلاسير كده وقاعد بيه ومعروف ان الاكلاسير ده بتاع الموظف ده، خلاص ما حدش يقدر يقول له هات الاكلاسير ده وريني هو فيه، ما تفتح كده يا عم وتفرجنا. ما حد فاهم، انت يقوم باصص لك كده بصه فاهم هيرجعك 10 سنين ورا، ما حدش هيقدر يعمل كده. انما في حين انا بقى لو في كده فولدر موجود على الشير مثلا ولا موجود على السيستم فاهمني، والفولدر ده يا جماعه كتبنا ايه بقى لو كاتب فيه مثلا سر للغايه، يا هتلاقي بص 1000 واحد عايزين ينطوا جوه الفولدر ده، هو ايه الفولدر ده فيه ايه، ايه اللي سر للغايه ده. فبالتالي لما ابقى شغال كمبيوتر سيستمز احتماليه محاولات الان اوثرايزد اكسس بتبقى ايه بشكل اكبر. Decrease the human involvement in handling transactions can reduce the potential for observing errors and fraud. بيقول لك حاجه كمان، خلي بالك انت لما تبقى شغال سيستمز اوتوميتد، وبالتالي بدل ما كان شغال عندك 20 فرد لا انت سرحتهم وقلت لهم توكلوا على الله وبقيت شغال بحوالي 3 4 بس، كل واحد قاعد قدامه شاشه ومش عارف ايه بتاعه كده بقى. قال لك خلي بالك برضو من حاجة، الناس العشرين فرد دول كان ليهم ميزة برضو ما تقدرش تنكرها. ايه هي؟ ان هما كان ممكن لو في اي حاجة غلط في واحد من العشرين كده ممكن ربنا كده يهديه ويقول لك ايه ده لحظة يا جماعة المستند ده في حاجة غلط، مش في حالته الطبيعية بس مش مشكلة، كان ممكن برضو ينفعك في لحظة من اللحظات. انما انت لما بتقلل عدد الناس بالتالي بقى الدوكيومنت او الترانزاكشن هي خلاص منها للسيستم، السيستم هو اللي بيعمل كل حاجة. فبالتالي لو في أي ايرور بيحصل عدد الناس اللي ممكن تأبزيرف الايرور ده قل، فبالتالي احتمالية ان الايرور ده يعدي وما يتكشفش بقت أكبر. تمام؟ تمام. طيب potential for increased management supervision. أنا دلوقتي بقيت راجل شغال computer systems، مظبوط؟ طيب كمبيوتر سيستمز يعني الكمبيوتر هو اللي شغال والابلكيشنز والسيستمز هي اللي شغال. تمام. وده معناه ايه بقى؟ معناه ان في ريبورت، ما هو طالما سيستم يبقى في ريبورت، لان لازم يقول لي هو عمل ايه. السيستم انا قلت له 2 زائد 2 فراح مطلع لي ريبورت قال لي 4. تمام. فطالما في ريبورت يبقى اذا انا محتاج بقى ايه؟ انا ابتديت احتاج ليفل تاني من الموظفين. انا الاول كنت بحتاج ناس تنفذ بايديها، لا انا دلوقتي بقيت محتاج مانجرز سوبرفايزرز عشان الريبورتس دي تتقدم ليهم. كمبيوتر سيستمز اوفر مانجمنت ميني اناليتيكال تولز فور ريفيو اند سوبرفيجن اوف اوبريشنز. كمبيوتر سيستمز تقدر توفر لك كل الاناليتيكال تولز اللي انت عاوزها، كل اشكال الريفيو والسوبرفيجن من reports و outputs اللي انت عاوزها. These additional controls may enhance the internal control.
For example, traditional comparisons of actual and budgeted operating ratios and reconciliations of accounts are often available for review on a more timely basis. Furthermore, some programmed applications provide statistics regarding computer operations that may be used to monitor actual processing. ماشي، دي امثله يعني بيقول لك ان انت مش عارف ممكن تقارن المستهدف باللي انت نفذته فعليا، ويقدر يقدم لك التقارير في وقت افضل. الخلاصه ان انت كل ما هتعتمد على الاوتوميتد بروسيسنج والسيستمز هتبتدي تحتاج سوبرفيجن، درجه معينه من السوبرفيجن الجيده طبعا وذات الكفاءه اللي تقدر تفهم الريبورتس والاناليتيكال تولز اللي هتقدمها لها السيستمز. initiation or subsequent execution of transactions by computer. Certain transactions may be automatically initiated or certain procedures required to execute a transaction may be automatically performed by a computer system. The authorization of these transactions or procedures may not be documented in the same way as those in a manual system. Accordingly, management authorization may be implicit in its acceptance of the design of the system. تمام. بيقول لك دلوقتي السيستم، انت دلوقتي الاداره هي ممكن كانت عامله لما كنا شغالين مانيوال، لازم كل حاجه عشان نفهمها اوتوميتد لازم افهمها مانيوال، فنفهم الايه الشيفتنج من هنا لهنا. والله مثلا الاداره هي اللي كانت قايله استاذ موظف استاذ رقم واحد هو اللي هيقوم باصي لرقم اثنين، ورقم واحد المفروض بيعمل كذا، يروح مباصي لرقم اثنين اللي هو المفروض بيعمل كذا، يروح بقى رقم اثنين ده مديها لرقم ثلاثة اللي هو المفروض يعمل كذا وكذا وكذا، وبعد كده اخر حاجة رقم ثلاثة يروح مديها لرقم اربعة اللي هو المفروض يعمل كذا. فكان في مانجمنت هي اللي محددة السايكل ديت بالادوار بالمسؤوليات بلا 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 بلا. انما بيقول لك خلي بالك انت لما بتيجي تشتري سيستم او هتعمل الموضوع والقصة ديت اوتوميتد بروسيس، انت ما حددتش حاجه، انت ما قلتش فلان ما فيش فلان اصلا، ما فيش فلان اصلا. ففي نقطه مهمه، وارد تكتشف بعد كده، وارد تكتشفي بعد كده ان السايكل مشيت جوه السيستم بشكل مخالف او بشكل مش زي اللي كان بيمشي في الواقع المانيوال، يعني بقت تمشي على 1 2 4 بس، بقت من 1 ل 4 السيستم بيعمل الفاتوره هوب ويقوم طابعها بس خلاص هتطلع، لا بيمر على مرحله ماتشنج ولا مرحله ريكونسيليشن ولا هوب مفيش. فما تجيش المانجمنت تقول اه لا والله اسمع ما لناش دعوه بقى يا جماعه مش مسؤوليتنا، احنا كنا لما كنا مانيوال كنا احنا اللي مدورينها وعارفين كل واحد بيعمل ايه، انما طالما سيستم لا مش مسؤوليتنا. فلا هنا بقى في نقطه. Accordingly, management authorization may be implicit in its acceptance of the design of the system. مجرد ان المانجمنت وافقت على الديزاين بتاع السيستم، ما هو انت لما بتيجي تشتري سيستم بتعدي بمراحل كتير بقى، وبيجي لك حد يقعد يقول لك ايه تعال نحلل بقى اللي انتوا محتاجين ايه وهنعمل ايه وهنديزاين مش عارف ايه، ومن ستيب 1 لستيب 2 من ستيب 2 مش عارف ستيب 3 فعنس ان المانجمنت قبلت الديزاين ده، يبقى اذن هي كده اصبحت مسؤوله عنه زيها زي ما كانت مسؤوله عن المانيوال بالظبط. وما ايه ما تسوحنيش المانجمنت وتقول لي والله ده سيستم انا وانا يا ابني شايف السيستم بيعمل ايه، لا ما فيش الكلام ده. Dependence of controls in other areas on controls over computer processing. هنا دي نقطة مهمة عايز يقول لك ان خلي بالك الكنترولز اللي موجودة في السيستمز او في الاوتوميتد بروسيسنج دي خطيرة ومهمة جدا، لان هي مش بس كنترولز في حد ذاتها، ده كمان في كنترولز تانية هتعتمد عليها. Computer processing may produce reports and other outputs that are used in performing manual control procedures.
the effectiveness of these controls can be dependent on the effectiveness of controls over the completeness and accuracy of computer processing. For example, the effectiveness of manual review of computer production exception listing is dependent on the controls over the production of the listing. انتوا فهمتوا الفكره؟ انا هديكم مثال. انا هنزل راجل مثلا معاه خزنه، تمام؟ فانا هنزل اجرد العهده اللي معاه في الخزنه. ف سي انا دلوقتي هجرد العهده ديت، فانا هجردها ازاي؟ هقول له اطبع لي رصيد العهده ديت، صح؟ فهو هيطبع رصيد العهده ده منين؟ من على السيستم. مظبوط؟ هيطبع لي رصيد العهده من على السيستم. فسي مثلا رصيد العهده طلع 100,000 جنيه. السيستم طلع لي ان هو 100,000 جنيه. فرحت اجرد معاه، تمام؟ فلقيت ان هم 80,000 جنيه. يبقى اذا كده الراجل عنده العهده فيها مشكله، ان هي ناقصه عن الوضع الحقيقي ب 20، او الوضع اللي السيستم او القيمه يعني اللي السيستم قالها لي ب 80 ب 20,000. فين يا ابني الفلوس؟ هوب هوب تك تك، مفيش فلوس. هو الرقم هو ده فعلا الصح، وده انا مفيش مش عارف ايه اي كلام. تخيل ان احنا ممكن بناء على الخطوه ديت الراجل الموظف ده يتحول للتحقيق، ممكن ياخد جزاء، ممكن يتفصل. شايف درجه الثقه بتاعتنا في التقرير اللي السيستم خرجه عامله ازاي؟ انا ممكن هفصل الراجل، في حين انه ممكن يقول لا انتوا هتكدبوني انا وتصدقوا يعني سيستم ده 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 احنا يعني وصلت للدرجه دي هنخون بعضينا؟ ده السيستم ده عباره عن مجموعه من الاسلاك، فهتكدبوني انا وتصدقوا السيستم؟ لا، احنا في درجه ثقه كبيره جدا في الاوتوميتد بروسيسنج والكمبيوتر سيستمز اللي تخلينا متاكدين من ان اكيد الرقم اللي في الريبورت بتاع السيستم هو اللي صح. طب افرض بقى للحظه من اللحظات كده ان السيستم هو اللي غلط، متخيل النتائج ممكن تبقى عامله ازاي؟ فكر بقى ان انا بقى مثلا بجرد فلوس مع حد، ولا بجرد شيكات، ولا سيبك من الجرد خالص. تخيل ان السيستم ده المفروض ان هو هيقدم رقم معين، الرقم معين ده هيدخل كانبوت في احتساب عمليه ثانيه معينه، الدنيا ممكن تتدمر. فعلشان كده الاوتوميتد بروسيسنج المشكله فيه ان الكنترولز بتعتمد على بعضها. ده ممكن ما يبقاش موجود في المانيوال بروسيسنج. ليه؟ لان انت ممكن مثلا واحد تقول له خد راجع دي، تمام، فيراجعها، تديها لواحد تاني تقول له راجع، فهيراجعها فعلا، مش هيقول لك ايه هو فلان راجع. في ناس هتقول لك كده اه فلان راجع طب خلاص ويوقع. لا، انما الاساس ايه؟ ان هو هيروح مراجعها من اول وجديد. انما الاوتوميتد بروسيسنج انت ممكن عمليه بتسلم عمليه، عمليه بتسلم عمليه، خلاص وانس ان واحده فيهم حصل فيها ايرور او حصل فيها مشكله، الثانيه حسب انا بقى عامل لها الديزاين على ايه، ان هي تري بيرفورم من الاول ولا ان هي هتكمل. لو هتكمل خلاص يا باشا كل سنه وانت طيب كده، محدش هيقدر يكتشف المشكله. اخيرا المانيوال كنترولز فيرسس الاوتوميتد كنترولز، امتى دي ممكن تبقى كويسه وامتى دي ممكن تبقى افضل؟ المانيوال كنترولز may be more suitable where judgment and creation are required such as لو انا مثلا المانيوال، لو انا large unusual or non recurring transactions، انا ترانزاكشن في ترانزاكشن معينه عايزين نشتغلها، الترانزاكشن دي كبيره large وانيوجوال مش هتتكرر، يعني نون ريكارينج، هي بتحصل مره كل شهر، مره كل سنه، فاهمني؟ مش متكرره. فهنا الافضل ان هي اتعامل معاها مانوال كنترولز. فور سيركمستانسز وذ مس ستيتمنت ار ديفيكلت تو ديفاين انتسيبيت اور بريدكت. المشاكل او الاخطاء اللي ممكن تحصل في الترانزاكشن دي مش حاجات معينه، فانا اقدر اخلي السيستم يبص على الحاجات ديت، قادر اقول له خلي بالك من كذا، بص على كذا، تبقى لا ده ممكن تبقى في اي حته، اللي هو انت توقعني في اي مكان.
فتوقعني في اي مكان دي لا، يبقى انت عايز مانوال كنترولز، عايز هيومن انترفينشن. ليه؟ لان الهيومن انترفينشن ممكن يتكيف او يختلف مع حسب الفعل، فرد الفعل بتاعي يبقى مختلف، انما السيستم هو بص مفيش، انت هتقول له كذا فهيمشي على التراك اللي انت هتديه. تمام؟ In changing circumstances that require a control response outside the scope of an existing automated control. نفس الكلام، ان لو انا يعني في الترانزاكشن، الترانزاكشن ديت يعني بتتميز او بتتصف ان هي changing circumstances، ما قبل التغير، الموقف كل شويه يتغير، فنفس الفكره برضه، الموقف كل شويه بيتغير، يبقى انا محتاج manual controls عشان اقدر اغيرها واتحكم فيها بسهوله، بعكس لو هتبقى automated controls التغيير فيها هيبقى صعب. طيب امتى بقى تبقى الاوتوميتد كنترولز افضل؟ لو انا شغال مع حاجه هاي فوليوم ترانزاكشنز، حجم ترانزاكشن مهول، حجم ترانزاكشن كبير، تمام؟ That require additional calculations، اكيد هنا الاوتوميتد هيبقى احسن من المانيوال. روتين ايرورز ذات كان بريدكتد اند كوركتد، اخطاء متكرره ومعروفه وهي دايما اللي بتحصل وبيحصل بسببها المشاكل. Circumstances that require a high degree of accuracy، مواقف معينة محتاج فيها درجة عالية جدا من الدقة، فأكيد أنا هنا برضو محتاج الـ automated controls بشكل أكبر. الموضوع برضو في الأول في الآخر judgment، ممكن حد يقول لك لا والله أنا ما بشتغلش بالـ manual controls خالص، أنا اعتمادي completely على الـ automated controls، مفيش مشكلة، بس هو بيقول لك هنا يعني إمتى ده يكون مفضل وإمتى ده يكون مفضل. انما يعني تكنيكالي المانيوال كنترولز هتختفي في وقت من الاوقات. طيب احنا دورنا بقى كانترنال اوديتورز ايه؟ Rules of internal auditors in control. تعالوا نشوف الستاندرد بيقول ايه. The internal audit activity must assist the organization in maintaining effective controls by evaluating their effectiveness and efficiency and by promoting continuous improvement. انا دوري اني هعمل evaluation، وده احنا دايما متفقين عليه من اول ما بدأنا الشرح الـ CIE، قلنا انا كانترنال اوديتور دايما دوري حاجتين، بعمل evaluation، وبعد الevaluation ده لو في فرصه للامبروفمنت انا موجود وما بتاخرش. ايفالويشن بعد كده امبروفمنت. طيب ذا انترنال اوديت اكتيفيتي ماست ايفالويت ذا ادكسي اند افكتيفنس اوف كنترولز ان ريسبوندينج تو ريسكس ويذين ذا اورجانيزيشنز جوفرنس اوبريشنز اند انفورميشن سيستمز ريجاردينج ذا اتشيفمنت اوف ذا اورجانيزيشنز استراتيجيك اوبجكتيفز. لازم عشان اقيم الكنترولز اقيم اذا كانت بتساعد في العوامل دي ولا لا، الكنترولز ليها دور في العناصر دي ولا لا، في تحقيق العناصر دي ولا لا، هل الكنترولز بتساعد على الاتشيفمنت اوف اورجانيزيشنز اوبجكتيفز، الكنترولز اللي موجوده بتساعد المؤسسه في تحقيق اهدافها، الكنترولز اللي موجوده بتساعد على ان يبقى فيه ريلايبيليتي وانتجريتي اوف فاينانشال اند اوبريشنال انفورميشن، الكنترولز اللي موجوده بتساعد على ان يبقى في effectiveness and efficiency of operations and programs، الكنترولز اللي موجوده بتعمل safeguarding of assets، بتحمي الاصول بتاعتي، هل الكنترولز اللي موجوده بتساعد المؤسسه ان هي تبقى compliance مع laws and regulations and policies and procedures and contracts؟ لو يبقى الانترنال كنترول عندي ممتاز، لو لا يبقى في مشكله ومحتاج ايه؟ محتاج improvement. Internal auditors must incorporate knowledge of controls gained from consulting engagements into evaluation of the organization's control processes. بينبهنا وبيلفت نظرنا الحاجة، بيقول لك خلي بالك لو انت كنت احتكيت بأي شكل من الأشكال في أي consulting engagement، ومن خلال consulting engagement دي انت اتكونت عندك معرفة خاصة بالكنترول او بالانترنال كنترول اللي موجود في المؤسسة، لازم عليك ان انت المعرفة دي تستخدمها وانت بتعمل الايفالويشن بتاعك او انت بتعمل الامبروفمنت. طيب
adequate criteria are needed to evaluate governance, risk management, and controls. Internal auditors must ascertain the extent to which management and the board has established adequate criteria to determine whether objectives and goals have been accomplished. If adequate, internal auditors must use such criteria in their evaluation. If inadequate, internal auditors must identify appropriate evaluation criteria through discussion with management and the board. طيب انا دلوقتي هعمل evaluation. انا كinternal auditor هعمل evaluation. او النورمال بتاعي ان انا بعمل evaluation بقى على وجه العموم بقى مش للcontrols بس. للgovernance والrisk management والcontrols. فانا وانا بعمل evaluation ده اكيد في كريتيريا بعتمد عليها صح ولا انا مش بقعد كده ابص كده فاهم انت اقول لهم لحظه بس كده يا جماعه لا احنا الريسك مانجمنت عندنا كويس انما الجوفرنس لا مش عاجباني لا اكيد العمليه مش بتتم كده اكيد في مجموعه من الكريتيريا اللي انا بعتمد عليها علشان اوصل لاسسمنت او اوصل لايفالويشن موضوعي صح كده تمام فبيقول لك المانجمنت والبورد هم كمان بيبقى عندهم المفروض كرايتيريا لان انت قبل ما بتقيمهم هم المفروض ان هم بيقيموا نفسهم قصاد تحقيق الاهداف هم بيحققوا اهدافهم ولا لا فهم برضو لما بيسالوا نفسهم السؤال ده احنا بنحقق الاهداف المطلوبه مننا ولا لا اكيد عندهم برضو كرايتيريا شغالين عليها فبيقولوا لك يا راجل يا مراجع يا محترم بعد اذنك بص على الكرايتيريا بتاعتهم ولو لقيتها كرايتيريا فعلا يعتمد عليها خدها معاك في اعتبارك واعتمد انت كمان عليها في تقييم الجوفرنس والريسك مانجمنت والكنترولز طب لو لقيتها كرايتيريا مش قد كده ونصكم وهم عاملينها بس استفائي عشان لو حد سالنا على الكرايتيريا نقول لهم اه عندنا لا ساعتها لازم انت تقعد معاهم وتتوصلوا لكرايتيريا تقول لهم دي الكرايتيريا يا جماعه اللي انا هعتمد عليها في التقييم بتاعي وتتوصلوا الى تفاهم على هذه الكرايتيريا controls mitigate risks at the entity activity and transaction levels اكيد الكنترول بيواجه الريسك او بيميتيجيت الريسك في كافه المستويات على مستوى الانتيتي كلها اكتيفيتي معين على مستوى ترانزاكشن واحده الكنترول على جميع المستويات طيب the rules and responsibilities are as follows مسؤوليه كل حد بقى السينيور مانجمنت مسؤوليتهم ايه والمانجرز والانترنال اوديتورز سينيور مانجمنت اوفرسيز ذا استابليشمنت administration and the assessment of the system of controls يبقى السينيور مانجمنت دورها ان هي بتوفرسيز بتشرف بتراقب بتتابع كده من بعيد تمام ده السينيور مانجمنت طب المانجرز assess the controls within their responsibilities المانجر او المانجمنت هي بقى اللي بتحط الكنترولز وبتعمل الاسسمنت كده وتشوف هي المشكله فين وانا محتاجه كنترول ايه وتحط الكنترول المناسب والسينيور مانجمنت من وراها بتتابعها وانا بقى يجي دوري كانترنال اوديتور ببروفايد اشورنس اباوت الافكتيفنس اوف اكزيستنج كنترولز اجي اقول لهم والله يا جماعه الكنترولز هنا افكتيف او الكنترولز هنا للاسف In fulfilling their responsibilities, internal auditors should. لازم علشان أقدر أدي المسؤوليات بتاعتي ك internal auditor لازم أنا أخد في اعتباري الحاجات الآتية. لازم يكون عندي clearly understand control and the typical control processes لازم افهم كويس قوي clearly understand الكنترول والكنترول بروسيسز لازم افهمهم كويس قوي ما ينفعش مراجع ما يبقاش فاهم يعني ايه كنترول مراجع مش فاهم يعني ايه كنترول بروسيسز ده كده يقعد في بيتهم احسن consider risk appetite risk tolerance and risk culture لازم وانا بقيم الكنترولز اخد الحاجات دي في اعتباري يعني ايه ريسك ابيتايت يعني ايه ريسك توليرانس يعني ايه ريسك كالتشر
لازم اندرستاند كويس قوي ذا كريتيكال ريسكس ذات كود بريفنت ريتشنج اوبجكتيفز. لازم ابقى فاهم كويس قوي ذا كنترولز ذات ميتيجيت الريسكس. اندرستاند ذا كنترول فريم وركس. كنترول فريم وركس دي ان شاء الله اللي هناخدها السيشن الجاي. اخيرا لازم have a process for planning, auditing, reporting control problems. بيبقى عندي البروسيس اللي همشي بيها وانا باودت الكنترولز ديت. طيب احنا قلنا ان انا كانترنال اوديتور بعمل ايفالويشن للافكتيفنس وللافيشنسي. طيب يعني ازاي بقى هايفالويت الافكتيفنس؟ controls should be assessed relative to risks at each level. A risk and control matrix may be useful. يعني ايه الكنترول؟ ايه الفرق بين الكنترول افكتيفنس والكنترول افشنسي؟ الكنترول افكتيفنس يعني الكنترول بيحقق الغرض منه. الكنترول بيحقق الغرض منه بمعنى ايه؟ بمعنى فاكر المثال اللي اديناه من شويه وقلنا كان حوالي اربع او خمس عمال المفروض منهم يوصلوا لدرجه معينه من الانتاجيه، فهم يعني الناس كانت بتتدلع وهي شغاله، فانا عشان الناس ما تتدلعش وهي شغاله رحت عامل ايه؟ رحت جايب لهم سوبرفايزر واقف كده وراهم كل اللي بيعملوا ان هو عمال يراقبهم بس، فالناس مشيت زي الايه؟ زي الالف. طيب الراجل ده انا لما جبته بياخد له مثلا في الشهر 5-6 آلاف جنيه ولا حاجه، صح؟ فالكنترول افكتيف هو الكنترول افكتيف، الراجل فعلا بقى حقق دوره بقى يراقب الناس والناس بقت ايه؟ ماشيه على الصراط المستقيم. طب ايه رايك لو كنا بدل الراجل ده جبنا كاميرا؟ فالراجل السوبرفايزر ده احنا ما جبناهوش، وبدل ما هندفع كل شهر 5-6 آلاف جنيه احنا كنا يا عم هنروح نجيب كاميرا ب1000 جنيه وهنقوم مركبين الكاميرا دول فوق راس العمال برضو كده، ونعرفهم ان في حد بيتفرج على الكاميرا ديت وان هو اي مش عارف وفقا بقى يعني ايه نظام مراقبه لكل بقى المصنع بقى، ده مش المجموعه دي بس، ده كل المصنع مراقب بالكاميرات ووفقا للمراقبه ديت هيتم الابريزل بتاع كل واحد. اي كلام. مش كان هيقوم بنفس الدور برضو؟ كان هيقوم بنفس الدور، بل يعني كمان السوبرفايزر ده ممكن لو هيسقط ولا هيبقى شيفت او شيفت لا ولا لا، ده الكاميرا موجوده 24 ساعه. وكانت هتبقى مور افيشنت، كان وارد ان هي تبقى مور افيشنت لان هي هتوفر لي في الموارد. فهو ده ان الفرق ما بين الكنترول افكتيفنس، ان الكنترول يحقق الغرض منه، هو ده الافكتيفنس، وانه يحقق الغرض منه بس في ظل ان هو ما يستهلكش مني موارد كتير، يعني في ظل افضل استهلاك للموارد. وارد كنترول يكون بيتطلب موارد كتير عادي، بس في ظل الاستهلاك او الاستخدام الافضل للموارد هو ده او هي دي كنترول افشنسي. طيب ايه بقى الريسك اند كنترول ماتريكس؟ الريسك كنترول ماتريكس دي هتيجي كمان شويه، معرفش هو ليه جابها هنا كده وبعد كده هيجيبها تاني. ديت اللي ان انا بقى عامل ماتريكس كده، بقى عامل كده جدول كده عندي، بقول والله ان انا عندي كنترول ايه بيكفر مثلا ريسك 1 و2 و3 و5، كنترول بي بيكفر ريسك 2 و4 و6، كنترول سي بيكفر ريسك مش عارف 6 و5، كنترول 10 و11 و12 و15 كل دول بيكفروا ريسك رقم 12، تمام؟ فانا ببقى فاهم كل كنترول ايه فين بيعمل ايه. ليه؟ علشان ايدنتيفاي الاوبجكتيفز اند ريليتد ريسكس، ابقى فاهم كل اوبجكتيف والريليتد ريسكس بتاعتها. اكيد طبعا الريسكس دي بتبقى المفروض ان انا يعني في عندي اوبجكتيفز ومن الاوبجكتيفز دي في ريسكس، انا الكلام ده يعني عارفينه خلاص بقى. ديترماين ذا سيجنيفيكانس اوف ريسكس امباكت تو لايكلي هود وديترماين الريسبونسز تو ذا سيجنيفيكانت ريسكس. ماشي يعني، وديترماين الكي مانجمنت كنترولز، اظن احنا الكلام ده اتكلمناه قبل كده وقلناه كذا مره، بقينا خلاص يعني ايه كبار عليه. ايفالويت الادكسي اوف كنترول ديزاين، تيست ادكوتلي ديزاين كنترولز تو اسرتين ويذر ذي هاف بين امبلمنتد اند ار اوبريتنج افكتيفلي. تمام، يعني اذا كانت الكنترولز عندي اتعمل لها الديزاين بشكل جيد و اتطبقت بشكل جيد وشغاله بقى وفعاله ولا لا. تمام. خلي بالك في فرق ما بين الامبلمنتيشن بتاع الكنترول وما بين ان هو يكون اوبريتنج افكتيف. ممكن تبقى الشركه طبقت الكنترول فعلا صح، بس لثغره ما الموظفين اكتشفوها او
يعني اي سبب من الاسباب، يعني الكنترول مش اوبريتنج افكتفلي، مع انه امبلمنتد وموجود بس مش شغال كويس. طيب evaluating بقى الافشنسي، the internal auditors consider whether management monitors the costs and benefits of control. The issue is whether resources used exceed the benefits. Controls create significant issues سواء error أو delay duplication. يبقى لازم الكوست ما تبقاش تتعدى البنفيت اللي هتجيلي من الكنترول. هنا اقدر اقول عليه ان هو efficient فعلا، ولازم ان الكنترول ما يكونش فيه مثلا error ولا delay، ولا ان هو يكون بيعمل لي اصلا دوبليكيشن لايفورت بالفعل اصلا بيتم بذله، فاهمني؟ يعني ما يبقاش ايه، انا هجيب واحد سوبرفايزر يبص عليهم وهجيب سوبرفايزر تاني يبص على السوبرفايزر الاولاني، لا بعد كده دوبليكيشن للايفورت. تمام. عملت الايفالويشن، الخطوه اللي بعديها ان انا بقى ايه، والله ده انا اكتشفت ان في فرصه للامبروفمنت، فيبقى في بروموتنج كونتينوس امبروفمنت. اللي تشيف اودت ماي ريكومند ا كنترول فريم ورك، الكنترول فريم وركس هناخدها ان شاء الله السيشن الجايه اف نون اكزيست. ممكن دي تبقى شكل من اشكال الامبروفمنت. اقول لهم يا جماعه انتوا ليه مش شغالين بكنترول فريم ورك معين زي الكوسو مثلا على سبيل المثال، ليه ما تشتغلوش بيه؟ The internal audit activity also may recommend improvement in the control environment. تمام، والله يا جماعه احنا ممكن نعمل فكره معينه تحسن من الانتجريتي والايثيكال فاليوز في الشركه. ايه رايكم احنا ممكن نعمل، يعني ادي ريكومنديشنز بامبروفمنت تحسن من الكنترول انفايرمنت. Continuous improvement of controls involves، اجيب لك بقى امثله. انا ممكن اعمل تريننج اند اونجوينج سيلف مونيتورنج، ممكن اساعد الناس في ان انا اعمل كنترول اسسمنت ميتنجز وذ مانجرز، ان انا اقعد مع الناس ونعمل كنترول اسسمنت ميتنجز. ممكن ان احنا نعمل لوجيكال ستراكشر اوف دوكيومنتيشن واناليسيس واسسمنت اوف ديزاين اند اوبريشن، اساعد الناس في ان هم كل دي حاجات ان انا ممكن ادخل فيها بدور مساعده، دور جانب يعني اللي هو ايه توجيهي. ده كل دي تعتبر ضمن الادوار الكونسلتنج بتاعتي. خلي بالك انا كمراجع ليا اشورنس رولز وليا كونسلتنج رولز، كل ده من ضمن ادوار الكونسلتنج بتاعتي اللي هو ايه، تعالى انت مش عارف دي بتتعمل ازاي، طب تعالى انا اعرفك، طب تعالى اقول لك دي ممكن تعمل فيها ايه، طب تعالى افهمك دي ممكن تبقى، بس طبعا انا مش هقول له تعالى افهمك يعني يعني طب تعالى، وهكذا. كل ده نفس القصه. types of controls sub unit ده هناخد فيه كذا نوع من التصنيفات للكنترولز. اول تصنيف البرايمري كنترولز، او يعني في عندنا برايمري كنترولز وسكندري كنترولز. تمام، البرايمري كنترولز اللي هم الاربع انواع: بريفنتيف، ديتكتيف، كوركتيف، دايركتيف. Preventive controls وهي الأقوى نوع من أنواع الكنترولز، اللي هي الضوابط الرقابية المانعة. Preventive controls due to the occurrence of unwanted events، دي بتمنع أصلا، مفروض يعني قدر الإمكان تمنع قدر الإمكان وقوع حدث معين، تمنع قدر الإمكان وقوع حدث معين. تمام، ستورنج بيتي كاش ان لوكد سيف، يعني مثلا بيقول لك على سبيل المثال زي ان انا احط مثلا الفلوس في خزنه. تمام، احط الفلوس في خزنه واقفل عليها، فبالتالي ده هيمنع ان الفلوس دي ايه تتسرق. تمام، ديتكتيف كنترولز دي اليرت ذا بروبر بيبل افتر ان وونتد ايفنت، لا دي بتعرفني لما يحصل ايفنت معين، لما يقع بتعرفنا وتدينا انذار. بس اهم حاجه فيها وعلشان اقدر اقول ان الكنترولز دي فعاله، ان هي تكون they are effective when detection occurs before material harm occurs، ان هي تعرفني وتديني الانذار بس قبل ما الدنيا تخرب. يعني بمعنى ايه، انا مثلا عندي انذار للحريق، فحصل حريق
عندي مثلا في غرفة معينة في الشركة، في مكتب معين، فالإنذار يشتغل على طول ويبلغني، مش إن الدور كله يولع بعد كده الإنذار يبتدي يشتغل، تمام؟ فالفكرة إن هو هيبلغني، الديتكتيف كنترول المهم فيه إن هو يبلغني فور وقوع الحدث، تمام؟ تمام. الكوركتيف كنترول correct the negative effects of unwanted event. ده بقى بيبتدي يصلح الأثر بتاع الحدث اللي وقع ده. ال corrective control ده بيبتدي يصلح الوضع ده أو يرجع للوضع الطبيعي. يعني مثلا على سبيل المثال، إن أنا مثلا النار اللي ولعت في الدور دي، ولا ولعت في مكتب معين ولا حاجه، فتلاقي فيه النظام الاطفاء بالمياه او الحنفيه اللي هي بتبقى موجوده في السقف ديت، فتبتدي تنزل الميه علشان تطفي النار اللي موجوده في المكتب، تمام؟ فده كده كوركتيف كنترول، في ديتكتيف كنترول اللي بلغ اول حاجه، اللي عمل ادى انذار وعرفني، وفي كوركتيف كنترول اللي هي سواء الميه او سواء طفايات الحريق، البودره اللي موجوده او اللي اي شكل من الاشكال دي، كوركتيف كنترول هنحاول من خلالها ان احنا نقضي على الاثار اللي نتجت عن وقوع الايفنت، تمام؟ اخر حاجه الدايركتيف كنترول، ده اخر نوع في انواع البرايمري كنترولز. الدايركتيف كنترولز دي اللي هي الضوابط التوجيهيه. يعني ايه ضوابط توجيهيه؟ عارف كده لما تبقى ماشي مثلا مسافر في طريق معين وانت مش عارف الطريق، فتلاقي مثلا ايه رايح السخنه مثلا، فيقول لك ايه العين السخنه مش عارف شمال، العين السخنه لا يمين، فوق تحت، فالاتجاهات ديت دي دايركتيف كنترولز بتوجهك. نفس الكلام دايركتيف كنترولز كوز اور انكارج the occurrence of a desirable event. دي إجراءات بتشجع على إن حاجة معينة تحصل. زي إيه مثلا؟ زي الـ Policy and Procedures Manuals. المانيوال اللي بيقول لك الـ Procedures بتاعت حاجة معينة، والله إحنا المفروض نعمل كذا الأول، بعد كده كذا كذا كذا. الـ Employee Training، الـ Training اللي بتاخدها الموظفين، وبالتالي بيحسن من الـ Knowledge بتاعتهم، وبالتالي ده بينعكس على الـ Performance بتاعهم. ده اكيد بيوجههم لحاجه معينه او لديزايربل اوت بوت معين. الجوب ديسكريبشن نفس الكلام، لما انا ابقى عارف الوصف الوظيفي بتاعي، مهامي، مسؤولياتي، واجباتي، اكيد ده هيؤدي للبرفورمانس بتاعي لديزايربل ايفنت. دي كانت البرايمري كنترولز. في بعد كده السكندري كنترولز. السكندري كنترولز في منها نوعين، اول حاجه الكومبنساتوري كنترولز والكومبلمنتري كنترولز. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ تعال اقول لك الفرق ما بين الاثنين. كومبنساتوري كنترولز مي ريديوس ريسك وين ذا برايمري كنترولز ار ineffective. يبقى السكندري كنترولز دي عموما انا بحتاجها امتى؟ بحتاجها ان انا دلوقتي البرايمري كنترولز اللي عندي مش كفايه، البرايمري مش كفايه، فمحتاج ادعم بسكندري. طيب امتى ادعم بكومبنساتوري كنترول؟ كومبنساتوري كنترول ده يعني من اسمه كنترول تعويضي، يعني هيعوض عن الكنترول الاساسي. يبقى اذا الكنترول الاساسي كده في مشكله كانه مش موجود. البرايمري كده هنا في الحاله، لو انا امتى استخدم كومبنساتوري كنترول؟ كومبنساتوري كنترول يعني كنترول تعويضي، يعني هيعوضني. انا امتى احتاج تعويض؟ لما تبقى الحاجه الاساسيه مش شغاله، فاحتاج حاجه تعوض عنها، تمام؟ انما النوع الثاني اسمه كومبلمنتري كنترول، كنترول مكمل مساعد. يعني البرايمري موجود بس مش قادر يسد لوحده، فيجي الكومبلمنتري كنترول يساعد معاه، هما الاثنين مع بعض يبقوا ايه، حيطه كده متينه، يقدر يقف قدام الريسك، انما لوحده مش قادر. انما الكومبنساتوري كنترول، البرايمري كنترول يا عيني مش قادر، تعبان، مكسح، فنقول له طب اتكل انت بقى على الله، احنا هنجيب كومبنساتوري كنترول سكندري كنترول بس هيظبط هو الدنيا معانا. يعني an example قال لك is the lack of segregation of duties when a store clerk is only employee present at closing. يقول لك مثلا مثال ايه، موظف في موجود في 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 ستور معين، فالراجل ده هو اللي بيبيع وهو اللي بياخد الفلوس، عمال يبيع 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 وبياخد الفلوس. طيب
انا اضمن منين ان الراجل ده ما ياخدش فلوس من جيبه؟ ما هي خلاص انا كده الكنترول عندي، لان ما فيش سيجريجيشن اوف ديوتيز، احنا مجمعين الفانكشنز كلها والديوتيز كلها مع واحد بس، هو اللي معاه الفلوس وهو اللي معاه اللي بيتسجل الحاجات اللي بتتباع والحاجات اللي ما بتتباعش والمرتجع، هو اللي معاه كل حاجه، فبالتالي ممكن ياخد من الفلوس. قال لك السكندري كنترولز هنا، والراجل ده اكيد مش شغال كل يوم 24 ساعه، مش مكنه هو ما بيفصلش. قال لك ان الراجل ده اكيد مثلا يبقى شغال في شيفت، اللي هيجي يستلم منه اول حاجه يعملها ان هو يقوم عامل جرد للفلوس، يعد الفلوس مقابل الحاجات اللي اتباعت، فيبقى متاكد يتاكد كده ان مفيش حاجه ايه يعني اتاخدت من الفلوس. زي نفس القصه بتاعت الراجل بتاع الكاشير اللي احنا كنا بنتكلم معاه، تمام، اللي هو يعمل الكانسليشن، تمام، ده كومبنساتوري كنترول. انما الكومبلمنتري كنترولز وورك وذ اذر كنترولز تو ريديوس ريسك، ده بقى بيورك وذ اذر كنترولز، خلي بالك الفرق، ده وورك وذ اذر كنترولز تو ريديوس الريسك، في حين ان الكومبنساتوري كان ايه؟ كان بيبقى بيريديوس الريسك لما البرايمري كنترولز ار ineffective، تمام. مثال هنا قال for example separating the functions of accounting for and custody of cash is complemented by obtaining deposit slip validated by bank، تمام. قال لك مثلا برضو احنا عندنا complementary control، احنا عندنا مثلا عاملين segregation of duties ما بين الراجل، مثلا في واحد ده مسؤول الحسابات وفي واحد تاني مسؤول الخزنة، فبتاع الحسابات هو اللي بيقيد معاه في الدفاتر ومش عارف ايه، والراجل بتاع الخزنه هو اللي بيبقى معاه العهده بتاعت الفلوس، وبياخد العهده بتاعت الفلوس دي كل يوم ويروح يوديها البنك. فاحنا نعرف منين ان الراجل بياخد الفلوس دي؟ مثلا خد 10,000 جنيه راح ودى في البنك 10، ما حطش 9 وضرب 1000 في جيبه، لان هو هيجيب لي قسيمه ايداع مختومه ومعتمده من البنك ان هو اودع 10,000 جنيه. فبالتالي يبقى انا عندي كنترول اساسا اللي هو السجريجيشن اوف ديوتيز، تمام؟ وجي الكنترول ده كمان بتاع الديبوزيت سليب الفاليديتد باي ذا بانك، دعم وساعد في ان انا اظبط البروسيس دي. طيب تو بيزك بروسيسنج مودز، احنا عندنا البروسيسنج، فاكر لما كنا بنتكلم يعني هو ايه، شويه بيجيبنا يمين شويه وشمال شويه بس مش مشكله، فاكر لما كنا بنتكلم شويه على الاوتوميتد بروسيسنج، تمام، فاكرين، وكان في كاركترستكس حتى للاوتوميتد بروسيسنج دي واتكلمنا عنها. هو هنا رجع تاني بيقول لك الاوتوميتد بروسيسنج ده ليه نوعين، ليه نوعين ليه؟ علشان هو الخطوه اللي بعديها هيقول لك ان كل نوع منهم ليه كنترولز معينه، فاحنا نفهم النوعين. نوع اسمه الباتش بروسيسنج، ونوع تاني اسمه الريل تايم او الاونلاين، ريل تايم او اونلاين بروسيسنج. يعني ايه باتش بروسيسنج؟ يعني ايه اونلاين او ريل تايم بروسيسنج؟ باتش بروسيسنج ده يعني ان انا العمليات او الترانزاكشنز بتتم بس على شكل مجموعات، على شكل مجموعات، انما الاونلاين لا، كل ترانزاكشن بتتم وبتسمع بشكل لحظي. يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه. مثلا تلاقي في بعض تيجي تسحب مثلا ساعات احيانا بالكارت فيزا مثلا من اي اي تي ام، فتيجي بعد ما تسحب ويطلع لك الريسيت، انت مثلا في حسابك 10,000 جنيه سحبت منهم 1000 جنيه، فتلاقي الفلوس تطلع لك وبعد كده يطلع لك الرصيد بتاعك لسه زي ما هو 10,000 جنيه في الريسيت مثلا، مع ان انت عارف ان هو المفروض يبقى 9. انت مثلا عملت عمليه السحب دي الساعه 10 صباحا وجات لك المسج على الموبايل ان اتخصم 1000 جنيه بس لسه في الريسيت مكتوب 10، ما نسبوش ما بقوش 9. تيجي على الساعه 5 بقى في حاجه اسمها الاند اوف داي، الاند اوف داي دي بقى اللي هي ان ايه، ان السيستمز بتاعت البنك كلها خلاص بقى بت ايه بقى بت بت هتنام فبتخلص حساباتها مع بعضيها، خلاص السيستمز بتقفل، هنقفل النهارده، عارف الراجل بتاع المحل كده لما خلاص باع واكتفى وراح بيشد بقى عشان يقفل المحل ويقعد بقى يعد هو خد كام النهارده وباع بكام وسلف كام، نفس الكلام السيستمز هتقفل اند اوف داي خلاص،
وتبتدي تسمع وتحط كل حاجة في مكانها. فيجي الساعة 5 مثلا الاند اوف داي، تلاقي بقى يقوم يحصل عملية الخصم فعليا على الحساب. فتيجي لو بقى انت رحت الساعة 5 ونص على اي اي تي ام وتقوم عامل تطبع الرصيد بالحساب بتاعك، يطلع لك في الرسيت ان انت الرصيد بتاعك بقى 9000. ايه اللي حصل؟ حاجة اسمها الباتش بروسيسنج. الترانزاكشن ما مشيتش مرة واحدة، لا، اللي بنجمع الترانزاكشنز بتاعت الناس كلها، اللي سحب الساعه 10 واللي سحب 10 ونص و11 و12 و1، كل ده، وبنفضل كده عاملين لها زي فريز كده، بنجمعهم جنب بعضهم لحد ما نوصل للاند اوف داي ونقوم ماشيين كله مع ايه بعضه. فده اسمه باتش بروسيسنج، مجموعات مجموعات. In this mode, transactions are accumulated and submitted to the computer as single batch. In the early days of computer, this was the only way a job could be processed. زمان كانت هي دي الطريقة الوحيدة للتعامل. In batch processing, the user can't influence the process once the job has begun. He or she must wait until the job is finished running to see whether any transaction were rejected and failed to post. Once إن أنا بدأت عملية الباتش بروسيسنج دي، ما اقدرش اوقفها ولا اتدخل فيها، لازم افضل مستني لحد ما الباتش بروسيسنج يخلص وكل فلوس يتخصم وكل حساب يتخصم عليه اللي هيتخصم عليه، والحسابات اللي هيتضاف لها فلوس يتضاف لها فلوس، وبعد كده في الاخر اقدر اشوف ايه الترانزاكشن اللي حصل لها ريجكشن وايه الترانزاكشن اللي اكسبتد. انما اثناء ما بيحصل البروسيسنج ما بقدرش اتدخل ولا اعمل اي حاجه. Despite huge advances in computer technology, this accumulation of transactions for processing on a delayed basis is still widely used. It's very efficient for such applications as parallel because large numbers of routine transactions must be processed on a regular schedule. لسه ستيل برضو في بعض الاستخدامات اللي بيتم استخدام فيها الباتش بروسيسنج، على سبيل المثال عمليات البيرول والرواتب يعني بتاعت الايه بتاعت الموظفين. على قبل ما نقول الميمو بوستنج، على الناحيه الثانيه نقول بقى الاونلاين ريل تايم بروسيسنج. دي بقى الترانزاكشن بتسمع في لحظتها. يعني ايه ترانزاكشن بتسمع في لحظتها؟ يعني تيجي حضرتك مثلا زي المثال اللي هو يقول لك هنا في الكتاب، وانت بتحجز طيران مثلا، طياره، هي إيه الطياره مثلا فيها 20 كرسي، فما ينفعش يجي انا مثلا 40 واحد داخلين يحجزوا فنحجز تمام ويتقال لي اوكي خلاص انت تمام حجزت، بس يجي بقى ايه الساعه 5 في الاند اوف داي يقوم باعت لي ميل يقول لي لا خلي بالك والله انت لما حجزت كان في قبليك 19 واحد حجزوا ولا 20 واحد، فانت للاسف مالكش مكان. لا، دي حاجه مجرد انا ما بعمل البوك بتاعي او مجرد ما بعمل الريزرفيشن بتاعي ايا يعني ما يكون، لازم اخد رد فعل، رد فعل اونلاين ريل تايم، يا اتحجز يا في حجز يا ما فيش حجز. زي برضه تدخل صيدليه مثلا عايز تشتري دواء معين، يقول لك والله مش عندي مش موجود، طب استنى هشوفه لك في صيدليه تانية، يعني هشوفه لك في فرع تاني، فيدخل عنده على السيستم يقول لك والله اه ده في علبه منه موجوده مش عارف في فرع كذا، طب ثواني الحق احجزها لحضرتك، لسه هيلحق يحجزها اوب لا ده اتسحبت. ان السيستم بيسمع اونلاين، مفيش فرصه ان لسه هنستنى لنهايه اليوم عشان نشوف ايه اللي حصل. In some systems, having the latest information available at all times is crucial to the proper functioning of the system. ده لما بيبقى محتاج دايما ان انا ابقى باصص على الوضع النهائي بشكل ما فيهوش اي تغيير، يعني لازم يبقى updated. An airline reservation system is a common example. In an online real-time system, the database is updated immediately. دايما الداتابيز بيحصل لها updating immediately upon entry of the transaction by the operator. Such systems are referred to as online transaction processing or OLTP systems. طيب امال ايه بقى الميمو بوستنج؟ الميمو بوستنج ده يعتبر ضمن الباتش بروسيسنج، بس في حته كده شبه الاونلاين شويه. Is used by banks for financial transactions. When batch processing is used, it posts temporary credit or debit transactions to an account. If they complete posting to update the balance will be done as part of the end of day batch processing. Information can be viewed immediately after updating. Memo posting is an intermediate step between the batch processing and real time processing. يعني انا دلوقتي مثلا لو جيت نفس الاكزامبل اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، الراجل سحب ال1000 جنيه وراح طابع الرصيد
لو احنا باتش بروسيسنج، لا الريسيت لسه مكتوب فيه 10,000 جنيه، اقوم زي الباشا داخل البنك كده اقول لهم لو سمحت، وانا عارف ان انا حسابي ما كانش فيه غير 10,000، لو سمحت انا معايا ورقه تفيد ان انا في الحساب ده 10,000 جنيه، انا عايز احسبه. فالموظف هيدخل، لا يا فندم بس حضرتك في 1000 حضرتك سحبتها. لا انا ما ماشي، انا سحبتها بس انا معايا رسيد مكتوب فيه ان انا ليا عندكم 10,000. فانا بقى مش هقعد اقول له يا فندم الاند اوف داي والستارت اوف داي، ما فيش الكلام ده، ده انا معايا ورقه من البنك بتقول لي ان انا في حساب 10,000. فعشان كده تلاقي بقى في حاجه اسمها ايه بقى، يقول لك والله حضرتك في الرصيد اجمالي الرصيد 10، وتلاقي في الخانه اللي بعديها كده في الرسيد انما الافيلابل بالانس او الرصيد المتاح 9. تمام؟ ففي ميمو بوستنج هنا، في ال1000 ديت فعلا اتاخدت كده ومسمعه في اكاونت ما، مسمعه في ليدجر ما ان ال1000 ديت اتخصمت بس لسه ما مشيتش. يجي برضو مع الاند اوف داي تروح ماشيه مع الباتش، ولكن كانت متسجله في اكاونت على جنب كده العمليه دي. ده برضو يعني زي ما قال كده هنا حاجة انترميديت ما بين الباتش وما بين الايه الاونلاين. ماشي، كل ده ما يهمناش يعني، هو بس هي يعني ايه فرشة كده يعني علشان يفهمك الكنترولز اللي هو عايز يتكلم عنها، واللي لسه برضو مش دي اللي بعدها. طيب طبعا بنتكلم عن اي تي، بنتكلم عن اوتوميتد بروسيسنج، وبنتكلم عن كمبيوتر سيستمز، يبقى اكيد بنتكلم عن اي تي. طيب الاي تي عموما يبقى اذا هو عايزين ناخد فكره عن الكنترولز في الاي تي على وجه العموم. الكنترولز في الاي تي على وجه العموم بينقسم لنوعين، كنترولز اوفر انفورميشن اند ريليتد تكنولوجيز كان بي برودلي كلاسيفايد انتو تو كاتيجوريز. اول حاجه اي تي جنرال كنترول، وتاني حاجه ابلكيشن كنترول، يا اما اي تي جنرال كنترول يا اما ابلكيشن كنترول. اي تي جنرال كنترول من اسمها يبقى دي كنترولز على مستوى الاي تي كده جنرال، انما الابلكيشن كنترولز دي كنترولز ريليتد بالايه بالابلكيشن، بابلكيشن معين. طيب بير اي اي جي تاجز، الجي تاجز بتاعت الاي اي اي دي الاصدارات الخاصه بالاي اي اي فيما يتعلق بالاي تي والاوديت عن الاي تي والريسكس والكنترولز بتاعت الاي تي والبيزنس كونتينيتي والابلكيشن كنترولز والاي تي جنرال كنترولز، كل ده موجود في اصدارات تخص الاي اي اي اسمها الجي تاجز. IT general controls are those that pertain to all systems, components, processes, and data present in an organization's IT environment. To all systems. يبقى IT general control دي related بال all systems components, بال all processes, بال all data in organization IT environment. All. The objectives of IT general controls are to ensure the appropriate development and implementation of applications. الغرض من الـ IT general control إن هي عايزة تتأكد إن في appropriate development و implementation للـ application، إن الـ applications شغالة مظبوط. أنا لسه مش بقول بقى التانية الـ application controls مش بتهتم إن الـ application شغال مظبوط. معلش أنا ركز في الحتة دي يا جماعة عشان بس ما انتوش. عندي نوعين من الكنترولز، اي تي جنرال كنترولز، جنرال كنترولز، وابلكيشن كنترولز. الاي تي جنرال كنترولز عايزه تتاكد من ايه؟ عايزه تتاكد ان الدنيا تمام ومتهيئه ومتظبطه ومتروقه عشان الابلكيشنز تشتغل كويس. طب الابلكيشن كنترولز دي عايزه تتاكد ان الدنيا تمام ومتظبطه ومتروقه عشان الداتا اللي هتدخل جوه الابلكيشن مظبوطه، تدخل مظبوط وتطلع مظبوط. تمام؟ The most common IT general controls، امثله على الاي تي جنرال كنترولز قال لك مثلا زي اللوجيكال اكسس كنترولز، الباسورد مثلا، الباسورد دي تعتبر تحت الامبريلا بتاعت الجنرال كنترولز. ان انا عشان اكسس لاي ابلكيشن مثلا لازم في باسورد معين، يبقى ليا يوزر وباسورد، ده اي تي جنرال كنترول. سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، الاس دي ال سي. يعني هو بص الجزء ده كله اصلا جاي من بارت 3، يعني
يعني كل الجزء ده كده جاي من بارت 3 كوبي بيست، فانا ما اعرفش هو الكتاب هنا جايبه يعني للمعرفه ولا هو بس، ما اظنش تيستد في الامتحان يعني، يعني الكلام ده ما اظنش ان هو تيستد في الامتحان بارت 1، بس احنا برضو كده كده بايه بنشرحه، بس يعني تبقى بتاخده على اساس ان انت بتاخد فكره للفهم يعني. الاس دي ال سي ده موضوع كبير قوي طبعا في بارت 3 اللي هو دوره حياه السيستم، دوره حياه النظام من اول بقى، فاكر لما كنا بندرس مش عارف ايه، تاخد الاول دراسه جدوى وبعد كده في تحليل النظم وتصميم النظم وتنفيذ النظم وتقييم النظم، قصه كده. فبيقول لك كل ده يعتبر تحت الاي تي جنرال كنترولز. التشينج مانجمنت كنترولز، انا لو عندي اي سيستم وحابب ان انا هعمل اي تغيير فيه، ده بيقع تحت حاجه كبيره قوي في الاي تي اسمها التشينج مانجمنت. والتشينج مانجمنت دي ليها كنترولز، ازاي اعمل التشينج ده وامتى اعمله وقبل ما اعمله لازم اعمل ايه وبعد ما اعمله لازم اعمل ايه، برضو كل ده يقع تحت الاي تي جنرال كنترولز. الفيزيكال سكيورتي كنترولز اوفر ذا داتا سنتر، انا لو عندي داتا سنتر، داتا سنتر مركز الداتا سنتر اللي فيها الداتا بتاعت العملاء بتاعتي، الماشين اللي فيها الداتا، السيستمز، الداتا سنتر، الداتا سنتر دي بتبقى في مكان، وطبعا المكان ده بيبقى سكيورد، والمكان ده بيبقى بقى فيه مش عارف امن وطفايات وانذار وميه وحاجات، القصص دي كلها كل ده يعتبر تحت الجنرال كنترولز. الباك اب والريكفري برضه ضمن الجنرال كنترولز. طيب ايه بقى الابلكيشن كنترولز؟ بير اي 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 جي تاجز ابلكيشن كنترولز ار ذوز ذات بيرتين تو ذا سكوب اوف انديفيديوال بزنس بروسيسز اور ابلكيشن سيستمز. دي كنترولز متعلقه او مخصصه لابلكيشن بعينه او بروسيس بعينها. ذا اوبجيكتيف اوف ابلكيشن كنترولز از تو انشور ذات، بص هتلاقيني كل بقى كلامي دلوقتي هيصبح بدل ما كان الاي تي جنرال كنترول عايزه تتاكد ان الابلكيشنز تشتغل كويس وان انا مظبط المكان للابلكيشنز، لا انا كل كلامي هنا هيصبح عن الداتا، انا عايز اتاكد ان الانبوت داتا از اكوريت كومبليت اوثرايزد كوركت، عايز اتاكد ان الداتا از بروسيسد از انتندد ان ان اكسبتابل تايم، الداتا بيحصل لها بروسيسنج صح، عايز اتاكد ان الداتا اور ان الداتا ستورد از اكوريت اند كومبليت، بعد ما اتعمل لها بروسيسنج ستورد صح كامله مفيش حاجه وقعت منها في الطريق. الداتا اوتبوتس ار اكوريت اند كومبليت، ولما خرجت في شكل اوتبوت في شكل ريبورت في شكل اي ما يكون خرجت صح برضو كامله صحيحه دقيقه. ريكورد از مينتيند تو تراك ذا بروسيس اوف داتا فروم انبوت تو ستورج اند تو ان ايفنتشوال اوتبوت، يعني زي تريل كده بقدر اكون عارف من اول الداتا ما دخلت كانبوت لحد ما خرجت كاوتبوتس ايه كل المراحل اللي اتعرضت ليها. طيب when designing data input controls primary consideration should be given to authorization validation and error notification، واحنا بنصمم الانبوت الكنترول بتاعت الانبوت واحنا بنعمل الداتا انبوت كنترولز لازم اركز قوي مع ان ما ينفعش اي داتا تدخل على الابلكيشن الا لما لازم الداتا دي تبقى اوثورايزد، فعلا في حد ادى اوثورايزيشن ان الداتا دي هي اللي تتسجل، فاليديشن ان الداتا ديت صح يعني هو قال لي سجل الفاتوره دي وان الفاتوره دي يبقى كده خدت الاوثورايزيشن وان الفاتوره دي اصلا فاليد يعني البيانات اللي فيها فاليد صحيحه. And error notification، ولو بافتراض ان انا وانا بسجل سجلت حاجة غلط يبقى لازم في notification يقول لي ان في حاجة اتسجلت غلط. The most economical point for correcting input errors in an application is the time at which the data are entered into the system. افضل وقت تصلح فيه بيانات خاطئة بتتسجل على السيستم هو ان انت تكتشف الخطأ اثناء التسجيل وتعالج الخطأ ده، لان انت لو ما اكتشفتوش اثناء التسجيل البيانات دي هتدخل جوه السيستم والبيانات دي اكيد هتعتمد عليها بيانات اخرى والبيانات الاخرى دي هتعتمد عليها بيانات ثالثه ورابعه وخمسه، فبالتالي هيسمع معايا في الاخر ان البيانات كلها تبقى مش مظبوطه. عشان كده افضل وقت ده most economical، ده اللي هيوفر عليا موارد ومجهود وفلوس ووقت وكل حاجه ان انا اكتشف الخطا اثناء التسجيل. علشان كده هو بيمهد لك
يقول لك انا هساعدك وانت بتسجل، انا هقول لك على كنترولز ممكن تكون موجوده تساعدك وانت بتدخل الداتا وانت بتعمل الانبوت ان انت تكتشف لو عندك اخطاء. طب اشمعنى هو مركز على الانبوت؟ عشان الانبوت ده هو اهم مرحله مرحله وانا بدخل الداتا. عارف انت مرحله الداتا انتري دي مهمه جدا، لان لو الداتا دخلت غلط الشغل كله بعد كده هيبقى غلط. For this reason, input controls are a primary focus of internal auditors assessment of application controls. عشان كده الانبوت كنترولز دي مهمه جدا بالنسبه لنا كمراجعين داخليين، وبنركز عليها بشكل كبير جدا جدا جدا. طيب الانبوت كنترولز دي نوعين، باتش انبوت كنترولز واونلاين انبوت كنترولز. مش احنا كان عندنا باتش بروسيسنج صح، اللي هو مجموعات لسه قايلين. فبالتالي واحنا شغالين الانبوت كنترولز برضو عندنا في انبوت كنترولز لو احنا شغالين باتش بروسيسنج، وانبوت كنترولز لو احنا شغالين اونلاين. طيب لو احنا شغالين باتش انبوت كنترولز هيبقى عندنا اكيد الكنترولز بتاعتنا كلها على مستوى المجموعه في حاجه اسمها ايه، فاينانشال توتلز. يعني ايه فاينانشال توتلز؟ انا مثلا معايا 10 فواتير هسجلهم، ال 10 فواتير انا كده لو جمعتهم على الكالكوليتر باجمالي 100,000. يبقى انا اذا لما اسجل ال 10 فواتير دول على السيستم، الفاينانشال توتلز التوتلز ما بين هنا هو يبقى هنا، يبقى على السيستم يجيب لي ان اجمالي المعاملات دي 100,000. ده كده الفاينانشال توتلز. طيب الريكورد كاونت، انا معايا 10 فواتير 1 2 3 10، يبقى انا لازم لما اسجل ال 10 فواتير دول على السيستم الكاونتس بتاعهم يبقوا 10. يبقى اذا كده في ماتش ما بين هنا وهنا، ماتش بالقيمه توتال ال 10 فواتير 100,000، وهنا على الشاشه عندي 100,000، دول التوتال بتاعهم 10 فواتير، وهنا على الشاشه التوتال بتاعهم 10 فواتير. اخر حاجه الهاش توتلز، الهاش توتلز دي ممكن تبقى جديده شويه. الهاش توتلز دي ار كنترول توتلز وذاوت ا ديفايند مينينج. ده توتال كده رقم توتال هوصل له بس ملوش معنى. طب يعني ايه، يعني انا اجيب رقم توتال ملوش معنى ولا ده؟ ايه العبط ده؟ لا هو مش عبط، هو في فكره. ايه الفكره؟ بص بافتراض زي الاكزامبل اللي هو جايبه هنا مثلا، يقول لك انا لو معايا انفويس نمبر معايا 4 فواتير، فاتوره مثلا رقم 303، ده الرقم دي مش مبالغ، دي ارقام رقم الفاتوره السيريال نمبر اللي على الفاتوره. 303 305 353 359. لو جمعت الاربع ارقام دول مع بعض، 1 2 3 4 دول لو جمعتهم مع بعض هيطلع الاجمالي بتاعهم 1320. هو ده اسمه الهاش توتال، الرقم ده اسمه الهاش توتال. طب تمام، طب انا بجمع، في حد يجمع سيريال نمبر برضو؟ ده كلام ناس عاقلين. احيانا كلام ناس عاقلين ليه؟ علشان في منها غرض، في منها غرض. الغرض ايه بقى يا معلم؟ الغرض ان لو في فاتوره من دول عن طريق الخطا او العمد اتغيرت بفاتوره تانية، فسي مثلا فاتوره 303 دي اتشالت وراح دخل بدلها او اتمسحت وتسجل بدلها فاتوره رقم 301، فبالتالي كده هيبقى مجموعهم 1318. فاقدر اعرف ان الهاش توتال حصل فيه تغيير، خلي بالك، اقدر اعرف ان الهاش توتال حصل فيه تغيير، فاقدر اعرف ان حصل تلاعب في الملفات. يبقى هاش توتالز ار كنترول توتالز without a defined meaning such as the total of vendor numbers or invoice numbers that are used to verify the completeness of the data. او ان وارد فاتوره رقم 303 دي تسقط اصلا مننا كلها على بعضيها، فتلاقي ان ال 1320 دي بقت مش عارف مثلا بقت 1000 ولا 1005 1008 وات ايفر. فابقى عارف ان لا ده يا جماعه ده كده في فاتوره كانت لسه معايا، كانت معانا بس سقطه مننا او ضايعه مننا، تمام؟ فهيسمع معايا في الايه؟ في الكومبليتنس، تمام؟ طيب يا باشا لو انا شغال اونلاين بقى، يعني الداتا اللي هسجلها هترن وقتي، ايه الكنترولز؟ قال لك لا في كنترولز كتيره كتيره. اول حاجه البري، وركز معايا بقى هنا شويه علشان ايه ما يحصلش لخبطه، عشان الحته ديت يعني محتاجه تركيز شويه.
أول حاجة الـ pre-formatting. Pre-formatting of data entry screens to make them imitate the layout of a printed form can aid the operator in keying to the correct fields. طيب pre-formatting دي يعني إيه؟ يعني إن أنا وأثناء ما بيتم تسجيل الداتا بتبقى الـ 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 الشكل أو الصفحة اللي أنا بسجل فيها تبقى في شكل البرنتد فورم. هقول لك يعني بص، واحنا دلوقتي واحنا عاملين زوم ان كده، هل واحنا عاملين زوم ان كده وانا المفروض ان انا بسجل بيانات، هل هبقى قادر اشوف لو انا في اي حاجه ما سجلتهاش، او لو في خانه المفروض املاها ما مليتهاش، ولا لو الشكل عامل كده هبقى شايف افضل؟ صح، اكيد لو الشكل عامل كده انا هبقى شايف افضل، ولو كده كمان هبقى شايف افضل وافضل. حتى انا بص ابقى قادر اشوف التنسيق كله، لو في اي حاجه في التنسيق ده مختلفه عيني هتقدر تاخد يعني بالها من لو في اي خانه فاضيه ما سجلتش فيها داتا هقدر اشوفها. فهي فكره البري فورماتنج ان انا السكرين اللي ابقى شغال عليها يبقى في الوضع بتاع البرنتد فورم ده، لما بتيجي تبرنت حاجه بيقوم عارض لك كده شكلها ككل، هيبقى شكلها كالاتي، فعينيك بتقدر تشوف لو في اي حاجه غلط وبتروح تصلحها. طيب تاني حاجه الفيلد فورمات تشيكس artists of the characters in a field to verify that they are of an appropriate type for that field. يعني دي مشهوره ومعروفه، عارف مثلا يجي خانه فيقول لك ايه في الخانه ديت مثلا ادخل رقم البطاقه، فادخل رقم البطاقه دي، فلو انت تروح تكتب مثلا اسمك روح اكتب ابراهيم مش هيرضى يقبل مني، هو الخانه دي ديزايند ان هي تقبل ارقام بس مش هتقبل حروف، ده اسمه ايه؟ اسمه فيلد تشيك او اسمه فورمات تشيك. طيب بتقول لي ما وارد ما اروح برضو اكتب ارقام غلط، اقول لك ماشي، ما كل حاجه ليها كنترول. احنا دلوقتي هنخليك اصلا وانت بتملى السكرين كلها انت عينيك على كل الخانات عشان ما فيش حاجه فاضيه تروح منك، بعد كده هنخليك تروح تملى، فلو الخانه دي متتطلب ارقام مش هتقبل منك حروف، ولو هي عايزه اسمك مش هيسمح لك ان يكتب فيها ارقام. بعد كده الفاليديتي تشيك. الفاليديتي تشيك دي اللي هي زي ايه مثلا؟ يجي يقول لك مثلا دخل الدوله اللي انت منها الجنسيه، فتيجي انت مثلا تقوم قايل له ايه الجنسيه مثلا، عايز تكتب مثلا ايه شبراوي مثلا، تمام، فخر واعتزاز مثلا واحد من شبرا، فعايز اكتب انا شبراوي، فلا السيستم ما يقبلش منك. ليه؟ لان هو هيعمل فاليديتي تشيك. يعني ايه فاليديتي تشيك؟ يعني هيقوم رايح يقارن اللي انت بتقوله له ده بدروب ليست كده عنده بداتا انا مدخلها له اصلا، يعني البروجرامر كان مدخلها له فيها كل دول العالم، وهي الخانه دي اسمها الدوله او الجنسيه، فانت اكيد مش هتخترق دوله، ما هي دول العالم معروفه، فانا مدخل له كل دول العالم او اللغه، مدخل له كل لغات العالم، فبالتالي انت لازم اللي هتكتبه يبقى valid وماتشد مع حاجه اوريدي موجوده او متسجله عنده من قبل كده، ده اسمه validity check. طيب حاجه بعد كده اسمها limit او reasonableness and range check. يعني ايه الكلام ده؟ limit check او reasonableness check او range check، يجي يقول لك مثلا في خانه العمر، سجل العمر بتاعك، فانت تقوم كاتب مثلا ايه 151، لا ما يقبلش منك على طول. ليه؟ لان هو ما فيش ريزنبلنس في الكلام بتاعك، هو الخانه ديت مصممه على ليميت معين، هو الليميت اكيد ان ما حدش هيقدر يتعامل مثلا على الكيبورد ويكتب ويملى البيانات دي اقل مثلا من 5 سنين، فبالتالي هي مش هتقبل عمر اقل من 5، وكذلك برضو ما حدش هيقدر يتقبل مثلا اكتر من 100 سنة، فهي هتقبل من 5% مش اكتر من كده. طيب تشيك ديجيت، ايه بقى اللي تشيك ديجيت؟ اللي تشيك ديجيت، اللي تشيك ديجيت دي عارف مثلا البطاقات الكريدت كارد، تمام، كلنا معانا الكريدت كارد الفيزا والماستر والكلام ده، تلاقي الرقم عليه كده ايه عليه سيريال نمبر، قد يكون الرقم ده انت لما تبص فيه نفس الكلام برضه مع ارقام البطايق، يعني بطاقه الشخصيه،
تلاقي ان الرقم ده مجرد رقم عشوائي. لا، هو مش رقم عشوائي، تمام؟ التشيك ديجيت دي، الارقام ديت، انت تلاقي كده مثلا الارقام دي كلها مثلا بتبتدي برقم معين، بس مش دي برضو الفكره ان خلاص التشيك ديجيت ده رقم ثابت كل الكروت تبدا بيه. لا، انت بتلاقي ان انا هبسطها لك، واللي بقوله ده بالفعل بيحصل بس بشكل اكثر تعقيدا بيعمله السيستم. ده من اشكال الانكريبشن، من انواع الانكريبشن. الانكريبشن يعني التشفير. تلاقي مثلا ايه؟ مثلا ان اول رقمين لو جمعتهم مع بعض ورحت ضاربهم في ثالث رقم بعد كده قسمتهم على الرقم الخامس لازم يطلعوا نتيجة 5 مثلا. فانا دلوقتي لو رحت بالكارت ده للبنك وقلت له يا بنك انا خدت منك الكارت ده بس مش شغال مثلا، البنك يعرف مين اصلا ان الكارت ده بتاعه ولا لا؟ لازم يبقى ماتشد مع الارقام اللي عنده. طب الارقام ديت، ما هو اي حد ممكن يقوم ضارب رقم. لا، عشان كده الارقام دي لازم بتخضع لالجوريزم، معادله كده ما حدش بيبقى عارفها، بحيث ان لازم كل الكروت اللي عند البنك بتخضع للمعادله دي، اللي هي زي مثلا زي ما قلنا ان احنا لو قسمنا اول رقمين على مش عارف لو جمعناهم على الرقم الثالث وبعد كده رحنا جمع ضربناهم في اخر رقم يطلع لي مثلا واحد صحيح مثلا. فهو ده اللي تشيك ديجيت، ار ان اكسترا ريفرنس نمبر، ريفرنس نمبر، وليكن زي ما قلنا مثلا ان كل الارقام هتبدا برقم 2 مثلا. That follows an identification code and bears a mathematical relationship to other digits. في علاقة mathematical ما بينه وما بين بقية الأرقام. This extra digit is input with the data. The identification code can be subjected to an algorithm and compared to the check digit. فالسيستم لما أنا بقى أجي يقول لي مثلا إيه، دخل رقم بطاقتك. أنا داخل على الصفحة بتاعت البنك وراح قال لي ايه، دخل رقم الكارت بتاعك. فانا رحت مدخل رقم كارت وهمي، فالسيستم وقتي كده هيعرف يقول لي لا، رقم الكارت غير صحيح، رقم الكارت غير صحيح. ليه؟ لان هو راح عامل المعادله، جاب اول رقمين ضربهم في ثالث رقم قسمهم على اخر رقم ما طلعلوش واحد صحيح، قال لي لا الرقم ده مش مظبوط. تمام. السيكونس تشيك، سيكونس تشيك يعني سهله، ان انا بسجل مثلا فاتوره رقم 301، بعد كده بسجل فاتوره رقم 302، بعد كده بسجل فاتوره رقم 305، بعد كده رحت مسجل فاتوره رقم 300، هنا السيستم يطلع لي ايرور. اذا انت ازاي مسجل رقم 301 302 305 بعد كده راجع تسجل رقم 300، وبعدين اصلا 1 و2؟ لا، ده ممكن كان يوقفني من قبل كده كمان. ازاي 1 و2 و5؟ هو فين 3؟ فين 4؟ تمام. فالسيكونس تشيك ده ان انا التسجيل are based on the logic that processing efficiency is greatly increased when files are sorted on some designated field called the key before operations such as matching. If the system discovers a record out of order, it may indicate that the files were not properly prepared for processing. ماشي، الكلام هتلاقوه يعني مجعلص شوية، بس أنا يعني بقول لحضراتكم الزتونة بتاعته. هو ده السيكونس تشيك. خلاص، زيرو بالانس تشيك. زيرو بالانس تشيك will reject any transaction or patch therefore in which the sum of all data increases doesn't equal zero. اكيد احنا دلوقتي احنا شغالين بروسيسنج العمليات، ترانزاكشنز، فلوس. فاكيد انا مفيش كود محاسبي لازم الكريدت والديبت هما الاثنين نفس القيمه. ما ينفعش يبقى الديبت ب 100 والكريدت ب 200، ما فيش الكلام ده. فهو بيقول لك ان الزيرو بالانس تشيك ده ان السيستم اي انت حاجه ترانزاكشن هتمشيها عليه، لو لقى ان انت بتسجل الديبت غير الكريدت، الرصيد ده غير ده، مش هيرضى يمشي لك الترانزاكشن. يعني تقول مثلا انا بعت ب 100000 وهو معروف ان 100000 وحده، والسيستم انت قايل له ان الوحده بجنيه، فانت قلت انا بعت 100000 وحده، خرجت بيع سيلز 100000 ورايح تدخل رصيد الكاش، دخلت 90000. لا غلط، مش هيقبل منك. كل دي كانت input controls. في بعد كده processing controls. processing controls دي اللي هي ensure that data are complete and accurate during updating. خلاص احنا بقى ال controls دخلت تمام وتأكدنا ان دخلت صح اثناء بقى ال processing، ان هي بيتم عمل ال processing ليها بشكل مظبوط. concurrency controls
manage situations where two or more users attempt to access or update a file or database. These controls ensure the correct results are generated while getting those results as quickly as possible. تمام. لو انا عندي واحد اثنين او ثلاثة او اكتر دخلوا على الداتابيز بيعملوا اكشنز في نفس الوقت، سواء نفس الاكشنز او اكشنز متعارضة، فانا لازم يبقى عندي processing controls. ده processing اهو داخل على الداتابيز هيشتغل، فلازم يبقى عندي concurrency controls. controls اللي هي يعني concurrency اللي هي يعني متزامنة، يعني في نفس التوقيت تقدر تنظم لي حاجة زي كده، سواء بقى ان هي تعمل فريز لليوزر بتاع واحد ما يقدرش ياكسس، ما يقدرش ياخد اكشن معين لانه ممكن يكون ان كونتراست مع الاكشن بتاع التاني، وات ايفر، بس لازم يبقى عندي كنترولز تنظم حاجه زي كده. بعد كده في طبعا عندي اوتبوت كنترولز. الاوتبوت كنترولز دي بتنشور that processing results are complete, accurate and properly distributed، وان الاوتبوت distributed بشكل جيد على كل الواحد المفروض يروح له ريبورت معين او اوتبوت معين وصل له الريبورت او الاوتبوت. An important output control is user review. Users should be able to determine when output is incomplete or not reasonable, particularly when the user prepared the input. Thus, users as well as computer personnel have a quality assurance function. تمام ماشي. بيقول لك يعني من الاوتبوت كنترولز كمان على المخرجات، من الكنترولز اللي عليها مش بس في السيستم، لا ده كمان الاشخاص، ان انا ممكن اقوم ماسك الريبورت كده واقوم باصص عليه اليوزر ريفيو واقول لا والله انا مش ده شكل الريبورت اللي انا عايزه، فده نوع من انواع الكنترول. فابتدي اطلب يا جماعه لا احنا عايزين نعدل في السيستم، عايزين نظبط حاجه معينه، انا الريبورت مش عايزه بالشكل ده، انا عايز شكل تاني. تمام. فدي من ضمن الاوتبوت كنترولز. الانتجريتي كنترولز دي مونيتور الداتا بينج بروسيسد اند ان ستورج تو انشور ات ريمينز كونسيستنت اند كوركت. الداتا بعد ما اتعمل حصل لها بروسيسنج راحت وديناها في المخزن، قعدنا في المخزن لحد ما هنحتاجها وهنسحبها، فطول ما هي قاعده في الاستورج متخزنه في كنترولز بتتاكد ان التخزين ده بيتم بشكل سليم وان الداتا ما يحصلهاش اي مشكله. دي اسمها الانتجريتي كنترولز. مانجمنت تريل او الاوديت تريل اللي احنا قلناه اللي هو المسار بتاع الترانزاكشنز اللي اقدر اتتبع فيه ترانزاكشن معينه او اقدر اتتبع فيه الداتا بكل المراحل اللي عدت بيها. طيب تقسيمه ثانيه للكنترولز بس بيزد على التايم، تايم بيزد كلاسيفيكيشن، فيدباك كنترولز او كونكرنت كنترولز او فيد فورورد كنترولز. الفيدباك كنترولز هي الديتكتيف كنترولز، ان يحصل الايفنت يقع بعد كده الكنترول يديني فيدباك، ما هو ده الديتكتيف. تمام. الكونكرنت كنترولز، او خليني سيبك من الكونكرنت ندخل على الفيد فورورد الاول. الفيد فورورد كنترولز انتسيبيت اند بريفنت، هي دي البريفنتيف كنترول، بس هو هنا جايب المسمى من الزمن، يعني رابط ما بينها وما بين الزمن، لان البريفنتيف كنترول ده انا عايزه يبريفنت، فاكيد ده فيد فورورد، ده مش يعني ايه برو اكتف، ده سابق الايفنت، هو موجود قبل الايفنت لان هو اصلا وظيفته ان الايفنت ما يحصلش، بعكس الفيدباك بعد ما الايفنت بيحصل. فالفيدباك هو الديتكتيف والفيد فورورد هو البريفنتيف، وانا في الاسئله اتعامل معاهم على هذا الاساس. الكونكرنت كنترول ادجست الاون جوينج بروسيسز، هو ده الكوركتيف، ان ده بيحصل الايفنت ويبتدي يتعامل معاه. These real-time controls monitor activities and the present to prevent them from deviating too far from standards. An example is close supervision of production line workers. قال لك ده زي السوبرفيجن، ان انا ابقى معاهم مع الناس كده رقابه لصيقه، بحيث ان انا امنعهم ان هم يقعوا في اي مشكله، ولو وقعوا في اي مشكله فانا معاهم على طول. فانا ببريفنت وبكوركت، ببريفنت وكوركت. تمام. تقسيمه ثانيه مختلفه اللي هي الفاينانشال كنترولز فيرسس الاوبريتنج كنترولز. فاينانشال كنترولز دي ممكن بيقول لك دي الفاينانشال كنترولز دي ما فيش اختلاف عليها، لان دي بتبقى بيزد للاكاونتنج برينسيبلز. اوبجكتيفز اوف فاينانشال كنترولز مي انكلود، ليها اوبجكتيفز زي ان يبقى في بروبر اوثورايزيشن
appropriate record keeping, safeguarding of assets, compliance مع laws and regulations or contracts. إنما الأوبريتنج كنترولز أبلاي تو برودكشن أند سبورت أكتيفيتيز، دي بقى لا بتبقى ريليتد بحاجة تانية مالهاش ستاندردز معينة تحكمها. Because they may lack established criteria or standards, they should be based on management principles and methods. بتخضع لإيه بقى؟ للمانجمنت principles والmethods. They also should be designed with regard to the management functions of planning, organizing, directing, controlling. يعني الاوبريتنج الفاينانشال كنترولز دي خلاص معروفه وسهله. ليه؟ لان انا في عندي ستاندردز معينه بتقول لي المفروض ان الفاينانشالز فيها زي ما قلنا مثلا لا ما ينفعش يبقى في مدين وداين، المدين برقم والداين برقم، فانا عارف ان انا خلاص الكنترول هنا ايه لازم ده يساوي ده. انما الاوبريشن ما فيش ستاندرد معين يقول لي مثلا الخط الانتاج ده يجيب 1000 وحده، مش ستاندرد، هي الموضوع ميثودز وبرنسبلز وفلسفي بتاعت مانجمنت. تمام؟ فعلشان كده الاوبريشن كنترولز بتحتاج يعني اصعب شويه من الفاينانشال كنترولز. تمام؟ بيبل بيزد versus system-based controls. People-based controls are dependent on the intervention of humans for their proper operation. زي مثلا لما حد بيسجل الفاتورة وواحد تاني بيراجعها، فهنا الكنترول معتمد على الايه؟ على people. System-based controls are executed whenever need with no human intervention. انما هنا او ممكن السيستم نفسه هو اللي يعمل الفاتورة وبرضه يتعمل لها reconciliation مع حاجة تانية، فيبقى هنا السيستم هو اللي بيقوم بالعملية دي. اخر حاجه اليوز اوف كنترول، كنترول ماتريكس اتكلمنا عنها من شويه، عشان كده انا ساعتها قلت هو مش عارف ليه فاصلهم. كنترول ماتريكس كنترولز dont necessarily match risks one to one. هو هنا الغرض عايز يقول لك انا مش عايزك بقى خلاص بعد ما فهمنا يعني ايه ريسك وفهمنا يعني ايه كنترول، مش عايزك تتصور ان العلاقه بينهم لازم تبقى one to one، يعني الريسك ده قصاد الكنترول ده والكنترول ده علشان الريسك ده، لا مش شرط. certain controls may address more than one risk. ممكن تلاقي مجموعة controls علشان ريسك واحد، وممكن تلاقي more than one control may be needed to adequately address a single risk. يعني ممكن مجموعة controls علشان تقابل أكتر من ريسك، more than one risk، أو ممكن مجموعة controls عشان تقابل ريسك واحد، وممكن تلاقي ريسك واحد ليه control واحد. For example، ماشي ده مثال يعني، أو ده الشكل عندنا يبدأ مثلا ريسك 1 2 3 مثلا وكنترول A B C D. الغرض منها ان انا ابقى عارف، لازم ابقى عارف كنترول ايه ده بيكفر ايه من الريسكس. ليه؟ لان كنترول ايه ده وانس ان لو حصل مثلا والكنترول ده حصل له اي مشكله، اتعطل، اتضرب، ما بقاش موجود، فلازم ابقى عارف ايه كده الريسكس اللي عندي اللي ما بقاش فيه اي حاجه قصادها تماما وبقى منها كده للهوا. زي مثلا ريسك 1 ده كده خلاص، ده لو كنترول ايه وقع هيبقى الريسك ده كده منه ايه للسماء، او لا والله ده مثلا كنترول بي لو وقع بالنسبه لريسك 4 لسه كنترول سي موجود. فانا لازم ابقى عندي الكنترول ماتريكس دي وابقى عارف كل ريسك عندي كفرد بايه من الكنترولز. طيب كده السيشن خلصت، وان شاء الله المحاضره الجايه هناخد السب يونت الاخير اللي هو الكنترول فريم وركس، ونخلص ان شاء الله كده المحاضره الجايه يونت 5. اشوفكم على خير والسلام عليكم.